صباح الخير مشاهدينا وصباح لبنان لكم بهالصبحية اللي عم ترافق فيها. نهار جديد بيبدأ اليوم وصبحية جديدة منتشاركة نحن وياكم. حياتي هي مغامرة. شخص يلي ما بيغامر أو ما بياخد هيك قرارات أوقات مش كتير بفكر فيها ما بيقدر يتطور ويتقدم ويتعلم من أخطائه. وكمان الحياة ابتسامة، الحياة لأنه أوقات بنكون رايحين بنيتنا نصرخ ونعيط ونعمل مشكل، ولكن بس نوصل يكون الشخص اللي قبلنا عم يبتسم حتى لو شو ما كان الموقف، قادرين نحل أي مشكلة. خلونا اليوم نحل أي شغلة بتعترضنا بابتسامة، حتى لو قد ما كانت بتعصب أو لو قد ما كانت بشعة. الابتسامة دائما بتحل أمور، بتربط، بتبني علاقات جديدة. ياما في ابتسامات مننغرم فيهم، ياما في ابتسامات هن يلي بيكونوا سبب بتوظيفنا. وأكيد كتير من الأمور اليوم لازم نقرر نبتسم به هيدا النهار لحتى الحياة بالمقابل تبتسم لنا بتفصيل صغير، بهدية صغيرة أو حتى بمفاجأة، لأنه دايما الحياة عندها مفاجآت. مش دايما أوقات الأشياء بتكون عاطلة، أوقات بتكون مفاجآت قد ما كانت صغيرة بتكون مفاجآت حلوة. خلونا إيجابيين اليوم، صبحية جديدة مليئة بالأخبار بالموضوعات وبتزوف نتشارك فيها نحن وياكم مشاهدينا. بدي أقول صباح الخير لزميلي جورجو. صباح الخير. صباح نور شادي وصباح الخير. أنا كتير منيح. خليني أقول صباح الخير لكل المشاهدين. بكل أحوال البسمة اللي عم تحكي عنها شادي هي ضرورية لنا أول شيء، لأنه بتعطينا كمان طاقة إيجابية هيك على الصعيد الشخصي لفينا ننطلق للتانيين. شادي أنا وياك المشاهدين اليوم وطبعا برفقة زميلتنا بيا رح يكون عنا جولة على كتير من الموضوعات الثقافية الفنية والاجتماعية، ومجموعة من الضيوف بيطلوا علينا تباعا من ضمن فقراتنا اللي تعودتوا عليها ضمن إطلالاتنا على أهداف التنمية البشرية. اليوم منستقبل السيدة ميسون شهاب وهي مسؤولة برنامج التربية الأساسية باليونسكو ببيروت. رح نحكي أكثر عن موضوع التربية الجيدة، أكثر تفاصيل بناخدها ضمن حلقتنا لليوم. أما أجندة من خلالها بتطلع علينا السيدة منى العريضي وهي رئيسة اللجنة الإعلامية للرابطة الثقافية ببيسور، أيضا برفقة الأستاذ نضال ملاعب وهو أمين سر الرابطة الثقافية، لنضوي أكثر على النشاط الصيفي لبلدة بيسور والجوار تحديدا مهرجانات بيسور. الى سوشيال ايفنت واليوم نيلة فهد رئيسة ومؤسسة الجمعية اللبنانية للتعليم البديل بتعرفنا اكثر على موقع طبشورة. ومن لقاءاتنا لليوم ايضا ضمن عالم سوشيال ايفنت رح نروح نحن وياكم الى شمال لبنان وتحديدا الى بلدة حتشيت. هذه البلدة بتتميز بطبيعتها وبناسها بنفس الوقت. بيطلع علينا المحامي الي حمصي ليعرفنا اكثر على توأمة عم بتصير بين بلدة حتشيت وبين بين بلدية حتشيت وبلدية سوفتير الفرنسية. تفاصيل أكثر ضمن لقاءاتنا. أما من ضمن الفقرات الثابتة بالبرنامج لليوم الزملاء شادي وريتا بيطلوا علينا ضمن فقر الديزاين وأيضا مجموعة كبيرة من المعلومات بناخذها ضمن الفقرة. وإلى فقرة زاست والشيف نادين دي أيضا بيطلع علينا بطبق جديد لليوم وروسات جديدة نحن وياكم نتعلمها. أما البداية مثل ما تعودتوا دايما فبتكون من عالم الرياضة والكوتش مارسيلينو. صباح الخير مشاهدينا. نحن اليوم موجودين بجينيسيس فيردا. معنا اليوم هيام. هاي هيام. You're good. معنا سوريا. هاي سوريا. من عالم الرياضة عودة لكم مشاهدينا لنتابع نحن وياكم بقية فقراتنا لليوم. وطبعا أولى اللقاءات الحوارية بتنطلق ضمن انترفيو. مجموعة من اللقاءات عم نتابعها نحن وياكم أسبوعيا لنضوي أكثر على موضوع التنمية المستدامة ومجموعة كبيرة من أهداف. اليوم نحن وياكم رح نحكي أكثر على عن الهدف الرابع ضمن التنمية المستدامة واللي هو التعليم الجيد. شو يعني التعليم الجيد؟ شو هي آليات وتطبيقات وتفاصيله وأيضا الصعوبات اللي عم بيواجهها هيدا الهدف؟ كل هذه التفاصيل مع مسؤولة برنامج التربية الأساسية باليونسكو بيروت السيدة ميسون شهاب. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك. صباح الخير. أهلا وسهلا. ست ميسون، بداية إذا بدنا نعرف الهدف الرابع كتعريف، التعليم الجيد مش بس تعليم، يعني أرفقتوها بمستوى معين، ليفل معين، خبرينا عن هذا الهدف. نعم، الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة اللي هو التعليم أو ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل. نعم. هو الهدف الرابع مثل ما قلنا،
والهدف يعني نحن بنعتبره هو الحجر الأساس لتحقيق كل الأهداف اللي وضعتها الدول بموضوع التنمية المستدامة. فبنعتبر أنه موضوع التعليم جيد وموضوع التربية هو ضرورة لنقدر نحقق كافة الأهداف الباقية. التعليم الجيد المقصود فيه طبعاً أنه يعني مثل ما كل هدف من أهداف التنمية المستدامة في له غايات وفي له مقاصد، هذا الهدف بالذات غاياته كثيرة، ومنا مثلا ما بقدر أذكرهم كلهم، بس منا وقت ما نقول التعليم الجيد يعني لازم يكون في تعليم مجاني للمرحلة الابتدائية والثانوية للشباب والبنات، يعني للصبايا وللصبيان والبنات بنفس الوقت، ذكور وإناث. التعليم الجيد هو أنه يبدأ التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة، ويكون التعليم يشمل النماء كمان في الطفولة المبكرة. التعليم الجيد هو التعليم اللي بيلحظ المساواة بين الجنسين. التعليم الجيد هو التعليم اللي بيكون منصف وشامل، وكمان بياخد بعين الاعتبار حاجات كل الأفراد، إن كانوا لاجئين، إن كانوا عندهم احتياجات خاصة، إن كانوا صبيان أو بنات من أثنيات مختلفة، بغض النظر عن اختلافهم وتنوعهم، بغض النظر عن أي اختلاف. التعليم الجيد هو تعليم اللي عنده كادر تعليمي قوي ومهيئ ومدرب، يعني بدهم يكونوا المعلمين مدربين أنه يقدموا التعليم بأحسن وجه للطلاب. فهذا باختصار موضوع التعليم الجيد. نعم، لكن التعليم الجيد هو اللي بيشمل كل الناس وين ما كانوا موجودين ومن ما كانوا تحديدا، بطريقة مجانية، وطبعا أنه يبتدي من عمر صغير، يعني عم نحكي من عمر 3 سنين 4 سنين دخول طبيعي للمدرسة لكل طفل. اليوم وكأنك أعطيتيني مقاييس لنقول إذا في تعليم جيد أو لا، يعني إذا في مجانية للتعليم بالتالي في تعليم جيد، إذا في دخول مبكر في تعليم جيد، كل العناصر اللي ذكرتيها. اليوم إذا بدي أحكي شوي منطقيا أكثر، نحن مثلا بدي أخذ مثل لبنان، عندنا تعليم مجاني موجود على كل كافة الأراضي اللبنانية، وبالمبدأ في طلاب يفوتوا من عمر مبكر بلبنان، ولكن شو يعني نوعية التعليم؟ هذا اللي بدي أحكي عنه. هل التعليم المجاني بلبنان عم بيساعدنا ليكون في عنا تعليم جيد؟ هل يعني يقدم نوعية تعليم جيدة؟ نعم، إذا بدك تحكي عن لبنان بالتحديد، لبنان من الدول العربية الرائدة بموضوع التعليم. هلا التعليم الجيد له مؤشرات. بالنسبة للمؤشرات، لبنان يعني ما بدنا ننسى أنه هو مرق بفترة حرب طويلة، كان النظام التعليمي فيه مهدد، كان الأساتذة عندهم وضع معين، فمرق بهزات صعبة، وبعد ما قطع هذه المرحلة جرب يعمل نهوض، يعني كان في ورشة للنهوض بالتربية والتعليم بلبنان، وهيدا أكيد رفع المستوى، رجع بموضوع النوعية. هلأ النوعية الجيدة إن كان بلبنان أو بأي بلد، يعني في مؤشرات مختلفة منها السياسات التربوية الموضوعة. لبنان من 20 سنة لهلأ بورشة تجديد سياسات، ما غيرنا المنهج بكل أحوال، يعني 20 سنة نقول في كتير مبادرات موجودة بهذا المجال. يعني كمان ما بدنا نظلم كتير النظام التعليمي بلبنان، لأنه عم بجرب قد ما بيقدر أنه يقدم نوعية جيدة. موضوع المعلمين هو من أهم المواضيع اللي بتودي لتعليم جيد أو لا. فكمان لبنان بيشتغل دايما على الجسم التعليمي. نعم. من ناحية ورش التدريب إلى آخره. نعم، ولكن سيد ميسون، نحن نعرف تماما أنه التعليم الثانوي بلبنان عمل خطوة ريادية جدا كبيرة، وعم بيقدم اليوم نوعية تعليم مميزة جدا. يعني الثانويات الرسمية اللبنانية اللي فيها التعليم مجاني هي من أفضل الثانويات بلبنان، بحين أنه المدرسة الابتدائية، يعني المرحلة الابتدائية والمتوسطة التكميلية تحديدا، بعدها يعني في علامات استفهام حول هيدي المدرسة، قديش في ثقة بالتعليم الرسمي المجاني من خلال هيدي المدرسة، بعد في علامات استفهام حول الأساتذة الموجودين، حول نوعية التعليم، حول تدريب الأساتذة. ليش بعدنا ما خطينا هيدي الخطوة بالمدرسة الرسمية اللبنانية؟
قصدك بالمرحلة الابتدائية؟ بالمرحلة الابتدائية، لأنه حكينا عن المرحلة الثانوية، مرحلة مميزة وممتازة جدا. يعني مثل ما قلت لك في خطوات بلشت رسمتها وزارة التربية، وبلش العمل على تحسين الأداء التربوي بالمرحلة الابتدائية. فعلا في مبادرات كثيرة يعني هلا عم تشتغل عليها وزارة التربية، ولكن موضوع التربية هو منه موضوع يعني النتيجة تبعيته منها ملموسة مباشرة، هو شيء طويل المدى، ف يعني بياخد وقت ليبلش يبين نتائج هذا الموضوع. نعم، لأنه هي عملية تراكمية، يعني ما بتصير بين ليلة وضحاها، بدها جهد وبدها تعب لحتى نوصل. وجود النازح السوري بلبنان، الطالب النازح السوري بلبنان وتأثيره على العملية التربوية والتعليمية بلبنان، قديش فيها من السلبي وقديش فيها من الإيجابي؟ يعني موضوع النزوح السوري بموضوع التعليم أثر على الوضع التعليمي مثل ما أثر على كل المجالات الثانية بالبلد. يعني ما تنسى أنه حجم الكارثة بلبنان كانت كبيرة. صحيح. يعني إجا لعنا أكثر من 1,000,000 لاجئ بدهم بمرحلة قصيرة تأمن لهم تعليم، تأمن لهم تعليم، كمان إجوا هن عندهم احتياجات مختلفة، يعني هن ما كانوا بيدرسوا لغات بالمدارس، نظام التربوي مختلف عن نظام التربوي مختلف، مناهج مختلفة. صحيح. كتب دراسية مختلفة، حتى اللغة يعني اللغة كانت يعني ما بيتعلموا المواد العلمية باللغات الأجنبية. هلأ هيدا كله جديد عليهم، فالوزارة عملت خطة رائدة إذا بتقارنها مع الدول الأخرى اللي استضافت نازحين للاستجابة السريعة لحاجات اللاجئين بلبنان. بس الحجم الكارثي كتير كبير، وحجم يعني الموضوع كتير أكبر من كان من أنه الوزارة تقدر بسرعة. صحيح. يعني بكل أحوال يعني في عدد كبير مثل ما قلتي، وبطريقة فيها كتير من بس أقول عملت الوزارة بعض الأفكار الرائدة. يعني صحيح. في مدرسة بعد الظهر اللي كمان في مدرسة بعد الظهر، في عندك البرامج المسرعة، البرامج البديلة. نعم. عم تعطي سبورت أو ريميديال كلاسز للأطفال أو للطلاب اللي هن بحاجة للموضوع. النازحين السوريين عندهم اكسسبيليتي للمدارس على كافة الأراضي اللبنانية. صحيح. كمان هيدا يعني من الأشياء اللي الوزارة فعلا عملت. نعم. جهد كبير. عم بيأثر هذا الشيء سلبا على الطالب اللبناني. بتعرف اليوم الصف يعني المدرسة الرسمية صوفا يعني مش هالتجهيزات اللي نحن بنطمح لها، على الرغم من انه في كتير تجارب وفي كتير خلينا نقول طموحات بهيدا الإطار، ولكن مدرسة رسمية وضعها على قدها. قديش عم بيأثر هذا الشيء سلبا على الطالب اللبناني، كان من حيث العدد، لأنه اليوم عم بيزداد أعداد الصفوف بشكل كتير كبير، وهذا الشيء مش منطقي. يعني كل أستاذ على 30-35 تلميذ، شوي الأمور عم تظهر عن المعايير الدولية للتربية والتعليم. كمان قديش الأستاذ أوقات عم بيحاول ينزل بمستوى المنهج لحتى يتناسب مع كل الصف، قديش هذا الشيء عم بيأثر سلبا على تطور الطالب اللبناني؟ يعني ما فينا هيك نقول انه في تاثير سلبي، لانه ما عندي يعني دراسه اقدر ارتكز عليها بهذا الموضوع. ما في دراسه اصلا واضحه بكل الاحوال. ايه، بس هو مش مفروض ياثر سلبيا الا من ناحيه مثل ما انت ذكرت، اذا كان الصف في اقتزاز، اذا الاستاذ عم بجرب يعني استاذ واحد بس بجرب يشتغل على كذا ليفل بقلب الصف. صحيح. بس ان جنرال يعني بشكل عام ما لاحظنا يعني انه كثير في تاثير سلبي على الطالب اللبناني. لازم نحن نشجع يعني كتربويين وانتم كاعلام لازم تشجعوا انه ننظر لهذا الموضوع كفرصه، يعني ما نتطلع على موضوع النزوح كمشكله قد ما هو كمان فرصه للتحسين. لانه يعني خلينا نكون صريحين، في كثير مساعدات اجت لوزاره التربيه لتقدر يعني تستجيب لموضوع النزوح السوري. فعم بيكون في تدريب كتير للمعلمين، عم بيكون في تجديد بالمناهج، عم بيكون في تحسين بالانفراستراكشر بالمدارس. ففي شيء ايجابي اذا بنركز عليه بعتقد انه يعني بيكون لصالح التلميذ اللبناني ولصالح التلميذ السوري كمان. صحيح. حكيتي بالبدايه عن موضوع المساواه بين الرجل والمراه بالتعليم، بعتقد اليوم كمان نحن كلبنانيين عندنا ريادة بهذا الموضوع، والمرأة هي عم تاخذ نسب مرتفعة من التعليم، كمان بيقول يعني التعليم المتقدم، دراسات عليا ودكتوراه وغيرها. هل في بعض مشاكل ببعض الأطراف اللبنانية؟ يعني بعدنا بنشوف في أطراف لبنانية في عندهم تمييز بموضوع التربية بين الرجل والمرأة.
ما كتير. نحن بمكتب اليونسكو كان عنا مشروع اللي هو المساواة بين الجنسين في التعليم، واشتغلنا نحن ووزارة التربية والمركز التربوي على مشروع كتير كبير بهذا الموضوع. وكان المشروع بالضبط بركز على المساواة بين الجنسين في الكتب والمناهج اللبنانية. فبالكتب المدرسية المشكلة بنصوص القراءة لاحظنا فعلا انه في يعني تمييز جندري بين الذكر والفتاة، بين الوظيفة الموكلة لكل حدا منهم. هذا الشيء ظهر بطريقة صريحة جدا حتى بالرسوم الموجودة بالكتب المدرسية. بتقدر تشوف انه دائما الرجال عم يقرا جريدة او هو دكتور عم يشتغل او استاذ مدرسة، بينما المرأة بالمطبخ او عم بتلعب الاولاد او عم تنظف البيت. بلش في تعديل يعني دخل هذا كان موجود بالنصوص، لكن بالممارسات داخل الصفوف وبكيفية تعامل الأستاذ مع التلاميذ حقيقة ما كان هذا الشيء موجود. هذا شيء منيح. فهذا طبعا شيء منيح. هذه النقطة الإيجابية، الأستاذ اللي قادر خلينا نقول يتقدم على المنهج. وكمان يعني اليوم ما فينا على منشيد بمستوى الأساتذة اللبنانيين، لأنه عندنا جسم تربوي وتعليمي بلبنان بنفتخر فيه. نحن بعتقد من أهم التربويين بكل الوطن العربي موجودين عندنا بالبلد. خطة يونسكو بهذا الإطار بعتقد بتشتغلوا على خطة يعني متوسطة الزمن، يعني فوق 5 سنوات بهذا الإطار. شو الهدف، شو التارجت تبعكم بعد 5 سنين لقدام؟ يعني احنا بلشنا الانترفيو على موضوع الاهداف التنميه المستدامه، واكيد نحن بنمشي بالتزامن مع هيدا الخطه. اهداف التنميه المستدامه هي خطه بلش العمل فيها باول 2016 وبتنتهي بال 2030. نعم. لبنان هو من الدول اللي يعني تقريبا 15 سنه على 15 سنه عمر الخطه، وهيدا خطه دوليه. نعم. مش بس للبنان او للعالم العربي، طويله المدى. طويله المدى على 15 سنة، وفي مثل ما ذكرنا بالأول في لها مؤشرات بتوضعها لجان مختصة بتواكب عملية قد ايه الدول مثل لبنان مثلا عم يحرز تقدم لتحقيق هيدا الهدف. اليونسكو دوره هو يعني اول شيء الاهداف التنميه المستدامه هي اهداف منا ملزمه قانونيا لاي دوله. واليونسكو دوره بتحقيق الهدف الرابع اللي هو ضمان التعليم الجيد، دوره تقني، دوره استشاري، دوره انه تساعد الدول الاعضاء باليونسكو انها توضع خطط وسياسات لتحقيق هذا الهدف عبر تقديم المشورة لهم، عبر تقديم الخبرة اللي عنا إياها، عبر تقديم الدراسات إلى آخره. صحيح. بالإضافة لهذا الشيء كمان اليونسكو بتقوم ب يعني رفع مستوى الجهاز التعليمي عبر ورش عمل، عبر تدريب، عبر حملات دعم ومناصرة إلى علاقة بهذا الموضوع. فدورنا أكثر تقني استشاري لنساعد الدول أن تحقق الهدف الرابع من أهداف التنمية. نعم. وهو من أهم الأهداف اللي من خلاله بعتقد فينا نوصل لمجتمع أفضل، لأنه كل شيء ببلش من التعليم. قديش الطالب بيكون مثل سفنج بفترة من الفترات قادر يمتص كل هيدي المعلومات، وايضا يكون عنده تربيه فيها نوع من المساواه، فيها اخلاقيات، فيها كثير من خلينا نقول كمان ايضا الامور اللي بيكتسبها على صعيد المواطنه وغيرها، لحتى يكون بالمجتمع عنصر فعال وايضا بنفس الوقت منتج. انا بقول لك اهلا وسهلا فيكي معنا بالبرنامج، المسؤوله عن برنامج التربيه الاساسيه باليونسكو بيروت السيده ميسون الشاب. شكرا لك، الى لقاء يعني مع ايضا احد ضيوفكم، احد زملائك بالاسبوع المقبل، أيضا نضوي على هدف من أهداف التنمية المستدامة. شكرا لك. شكرا جو. شكرا. Thank you. مشاهدينا، نحن وياكم عم نتابع ببرنامجنا لليوم أجندة رح تاخذنا إلى بلدة بيسور ومهرجانات بيسور مع السيدة منى العريضة والسيد نضال ملاعب بعد البريك. مشاهدينا، نرجع لمتابعة صباح لبنان. برحب بكل الأشخاص يلي هلأ
انضموا لصبحيتنا. لكل الاشخاص اللي ما قادرين يتابعونا عبر اللايف ستريم عبر تلفزيون لبنان، فيكم تتابعونا عبر السوشيال ميديا صباح لبنان على تويتر، على انستغرام، وكمان صباح لبنان اكتف على فيسبوك، بتعملوا لايك للبيج وبتابعوا كل اخبار برنامجنا. اما للاشخاص اللي عم بالهم يحضروا اعاده هالحلقه او كل الفقرات ببرنامجنا، telelibon.com.lb الويب سايت يلي بيحمل كل الحلقات موثقة في من صباح لبنان وكل برامج تلفزيون لبنان. على كل حال متابعين، احنا وياكم اليوم الحلقة غنية بموضوعات متنوعة. كمان بعد شوي شيف نادين رح تكون عم بتحضر يخنة بطاطا، ولكن على الطريقة الهندية، يعني اللي بحب الحر يحضر حاله اليوم لطبخة كتير طيبة. انما طبخة اللي رح نحكي عنها هلا هي طبخة ثقافية فنية بامتياز من العام 1961، وبيصور رائدة بالمهرجانات، رائدة بالثقافة، رائدة بالفن، ورائدة بجمع ولم شمل الشباب حولها لحتى ينشطوا بمكانهم وينشطوا بكل النشاطات السياحية يلي بتجذب كل العالم لإلها. رح نحكي عن رزنامة العام 2016 وتحديدا هيدا الصيف، 3 ليالي من العمر ناطرينا لحتى نطلع نحجز ونطلع ونكون مشاركين بهالليالي، نحجز حالنا ونطلع على بيصور. هذا هو موضوع لقائنا التالي. تأسست الرابطة الثقافية ببيصور بالعام 1961، ومن وقتها ولليوم ما زالت مستمرة بعطاء دائم بنشاطات متنوعة برزنامة السنة كلها، مش بس بالصيفية. ولكن مؤخرا سطع نجم هالمهرجانات تحديدا بفصل الصيف، وصرنا ننطرهم سنة بعد سنة. لحتى نحكي أكثر عن هالموضوع بصرني استضيف معي بالاستوديو رئيس اللجنة الإعلامية لرابطة الثقافة ببيصور السيدة منى العريضة. منى صباح الخير. صباح الخير وصباح البنين. الحمد لله، أهلا وسهلا فيك. نشكرك، يعني قلت مقدم اختصرت في الرابطة الثقافية باختصار، يعني أهلا وسهلا فيك، شرفت بصباح لبنان. كمان بدي صباح بالخير أمين سر الرابطة الثقافية ببيصور نضال ملاعب. نضال صباح الخير. صباح النور. وأهلا وسهلا فيك معنا بصباح لبنان. أهلا وسهلا فيكم. نضال رح أبدأ معك، يعني الرابطة يلي بدأ مشواره بالعام 1961، شو كانت ظروف نشأتها؟ شو كانت ظروف يلي نشأت من أساسها؟ وكيف تطورت على مر السنوات؟ تاريخ الرابطة طويل، لأن نختصره بهذه الوقت القصير صعب، بس إنما رح نفوت شوي بمحطات انطلقت من الرابطة. مثل ما تفضلت وحكيت، تأسست الرابطة 61 على مجموعة شباب حبوا هيك يحطوا أهداف، حطوا الهدف وكان عنوان الرابطة هو الهدف. يعني الرابطة الثقافية الرياضية هي هدفها، عارف كيف؟ وانطلقت بسنة 61 مثل ما قلنا بتجمع صغير من شباب فاعلين كانوا بالضيعة، وأسسوا هاي المؤسسة الصغيرة. وحاولوا، تعرف انطلاقة بتكون صغيرة وبتكبر، انطلقت بشكل كتير جيد بهذيك الفترة وتطورت. وأكيد مرقت فترة الحرب قصرياً، توقفت عن العمل، رجعت بزخم كتير كبير بسنة 92 بمهرجانات على مستوى لبنان كانت مميزة جدا، استضافت فيها مطربين عمالقة، أحيوا مهرجاناتها 3 أيام أو 4 أيام، وكانت مهرجانات كتير ناجحة. أكيد هذا الفضل بيعود لمجموعة شباب اشتغلت وتعبت وعملت جهد كبير لحتى وصلت الرابطة لهم. أسست مبنى صغير هيك وانطلقت منه. هذا المبنى اليوم يعتبر صار صرح اجتماعي ضخم، وهذا الصرح بيعنى بالشق الاجتماعي والثقافي. الثقافي بتاخذ دور كبير ب موضوع الرابطة اللي هي ثقافة، ندوات تقيم، حوارات، ندوات توعية، حملات توعية حول كل المواضيع. اجتماعيا في عنا صالتين كبار، احنا صالة كبيرة وصالة عم تتأسس حاليا. هاي الصالة بتاخد الشق الاجتماعي من أفراح وأطراح لأهل بيصور جميعا. منى اذا بدي تابع انا وياك هالمسيره يلي بدانا بالحديث عنها مع نضال، يعني من العام 61 لليوم والتشعبات كثيره، يعني اذا بنطلع هيك على رزنامه بنشوف اهتمامات رياضيه، بنشوف اهتمامات فنيه اجتماعيه مثل كمان ما سبق وذكر. قد ايه كان مهم لبيصور انه يكون في هالرابطه الثقافيه يلي بتجمع، والاهم من هيك انا بتركز على عنصر الشباب كمان.
قد تكون الرابطة الثقافية الرياضية بيسور من أهم مؤسسات مش بس ببيسور بالمنطقة ككل، يعني مؤسسة اجتماعية ثقافية رياضية تعنى بهاي كل نشاطات بتنوع، عملت علامة فارقة من ناحية يعني إذا بدك 61 لليوم ما توقفنا غير بس بظروف الحرب يلي أجبرتنا أن نوقف، يعني خبرة وسنين طويلة علمتنا وتعلمنا منها قدي نحن قادرين نكون اجتماعيين ثقافيين فنيين ورياضيين. الرابطة بغض النظر عن هذه النشاطات المتنوعة أقامت مهرجانات واستضافت عمالقة الفنانين باللبنان من لبنان والعالم العربي على مسرحها، ووصلت لمرحلة صارت الثالثة بلبنان على صعيد المهرجانات، يعني حجزت لنفسها مكان كتير كبير بين المؤسسات الاجتماعية اللي تعنى بهذا النشاط. أما التنوع النشاطات نحن عندنا مثل إذا بدك رزنان على مدار السنة، وصف الله يعني رزنيمة مليئة بالنشاطات، يعني بالفعل. شو أبرز هيك النشاطات يلي هي دورية عندكم؟ في عنا شيء ثابت، في عنا شيء يستجد حسب حسب المناسبة. الثوابت هي أكيد الأعياد، الميلاد، رأس السنة، عيد المعلم، عيد الأم. عنا كمان استحدث أو مش استحدث، يعني هي موجودة دورات رياضية، ولكن نحن إذا بدك دعمناها زيادة لحتى نقوي دور الشباب بهذا الإطار. في من سنتين نحن أسسنا معهد موسيقى ورحنا نصوب شوي الأعمال الزخرفية والصناعة اليدوية للستات، رحنا نصوب معهد ثقافي. في عنا بالإضافة إلى هذه النشاطات عنا ندوات توعية، عنا حملات توعية، يعني يعني كل سنة ما بنوقف، على طول عنا نشاط. إذا وقفنا العالم بتطلبنا، تختتم هيدي النشاطات بمهرجانات سنوية اللي هي إذا بدك بتكلل نجاحات السنة، بتكلل العام كله. رح نحكي عنها بالتفصيل، يعني سنة عن سنة عم بيكون في نجاحات متتالية، والسنة كمان في حفلات رائعة، ثلاث ليالي بانتظارنا. نضال، قديه ثقت أهل المنطقة بالرابطة الثقافية كمان عم بيزيد، وأمر كان أساسي أنكم تبنوه على مر السنوات لحتى تقدروا تحصدوا كل هالنجاحات وتحصدوا من خلال هالثقة كل البرامج اللي بدكم تحققوها وكل الرزنامة يلي عم تحققوا عدد كبير من المخططات اللي عم تحطوها سوا. صراحة هي الرابطة إذا بدك من تأسست، بناء على برنامج عمل متكامل. هذا البرنامج من ضمنه الشق التنظيمي يلي هو كل سنتين انتخب رئيس وهيئة إدارية، وكل رئيس بيزرع بتعرف ما يستطيع أن يفعله. مثل ما بقول عمر السنين صار في ثقة قوية بالرابطة نتيجة عمل مميزة. دائما نحن عنا كل رئيس بيخلص ولايته يبقى ضمن هيئة استشارية تستدعى كل سنة لحتى توقف عند آراء الكل يلي عندهم تجربة سابقة. فهذا الأمر زرع ثقة عند الناس، يعني زرع ثقة بنجاحات دائمة. مثل ما تفضلت وحكيت، نحن عندنا برنامج متراكم إذا بدك، يعني نفوت بالشق الاجتماعي حتى وصلنا مرحلة أنه نشارك الناس همومة. فعندنا يوم قطاف الزيتون نشارك فيه، حاولنا نفوت عيد الأب، نحيي عيد الأب بحفلة كتير مميزة، مثل ما قلت البرنامج الفني اللي هو مرة بيكون 3 أيام مرة 4 أيام. فهذه كل أمور تركت الثقة عند الناس ما زالت لحد اليوم، إنما الظروف اليوم شوي المادية صعبة بتترك، يعني بعدت الناس شوي عن موضوع الروابط، موضوع الاجتماعيات بشكل عام. بس إنما كرابطة بيسور إحنا ما زلنا مصرين، نتيجة قلت لك الورث اللي ورثناه من قبل الرؤساء السابقين والرئيس الحالي الأستاذ راجح ملاعب، كمان عنده جهد كبير إنه يعيد دور الشباب ويعيد يستقطب الشباب كله بشكل عام. نعم. بالموضوع الرياضي، عندنا كتير تركيز على بناء نموذج مدينة رياضية، ملعب أولمبي مساحة واسعة، بجانبه في ملعب ميني فوتبول صغير. صحيح. على كل حال يعني النشاطات متنوعة كثيفة. يعني كثيفة ومتنوعة، رح نمرق عليهم على كل حال هيك بجولة سريعة، جولة صور هيك لنعلق عليهم كمان شوي. منى، صورة من الكرمس، كان عنا كرمس من أسبوعين. نعم. إلى جانب المعرض افتتحناه معرض بيسور،
وكرمس الفرح يلي مخصص الأطفال. معرض مثل ما بتعرفي في منتجات بتلبي حاجة سيدي من كافة أشكال الألوان الموجودة. يعني نحن هون عم نشوف مشهد من تدريبات المسرحية رح نحكي عنها، العمل المسرحي رح نحكي عنه بعد شوي كمان كمان مشهد من تدريبات. يعني هذا العمل هو موسم العز، هيدا العمل يلي رح نحكي عنه كمان. يلي بدي اقول لك شوف هون مجموعه من الشباب والصبايا كلهم خريجين جامعات او طلاب جامعات وما بيشتغلوا، ولكن بعد شغلهم بيجوا بيتدربوا لساعات طويله. بدي اوجه لهم تحيه بهيدا الاطار. نحن هلا عم نشوف رئيس بلديه استاذ نديم لاعب عم يفتتح معنا بيسور جانب الهيئه الاداريه بالرابطه الثقافيه بيسور. مشهد من الكرمس كمان نحن يعني دائما الهم العائله واضح والهم المجتمع يلي بيجمع ويلي دائما هيك واضح من خلال حتى ندوات. هون عم نشوف ندوه، هون عم نشوف ندوه. كنا قبل الانتخابات بشوي كمان صدفنا احد الاساتذه اللي شوي عمل حمله توعيه. كمان مشهد مسرحي لعيد الطفل، استاذ جمال ملاعب كان مسؤول عن هذه المسرحيه. بعيد الام كنا هون باستقبال السيدات على الصبحيه ترويقه، وزارين هدايا من شغل الست مها العريضه، شغل يدوي تقدمه، احد الندوات عن المخدرات توعيه الشباب. قد ايه هون الهم اللي عم تحكي عنه؟ يعني لما تحكوا عن الشباب هالندوات اللي مخصصه ان كان لمكافحه المخدرات ان كان لتنوير الام او العائله، قديش هذا مطلب؟ يعني انتم بتشوفوا العالم كمان شو عبالها تعرف، شو عبالها تتنور اكثر، بنفس الوقت القرارات اللي انتم بتاخذوها بتلاقوها مناسبه لرزنامه هيدي السنه، على اي اساس بتبنوا رزنامه العام كله منى؟ الرابطه هي اول شيء تتكون من اعمار متفاوته، يعني في عندك الطفل للكبير، يعني سواء بالهيئه الاداريه او عنصر فعال، فبالتالي نحن اذا بدك نتوجه لكل الشرائح البيسوري وغير البيسوري، بنروح لكل فئه شو بتحب. يعني الطفل اكيد ما راح يجي يحضر لك هلا ممكن يتاثر بمسرحيه الرحابني، بس مش مثل الكبير او متوسط العمر، متوجه له من خلال الكرمس مسرحيات الاطفال وغيره. الست البيت كمان بتهتم انه يكون في شيء مثل شو بيقولوا هي زخرفه، اذا يعني كمان فينا نقول اذا بدك كل شيء ممكن يساعد الست البيت من هيدي دورات حلاقه وكل شيء، يعني مكياج وكذا. والى جانب الشباب مهرجانات، حفلات، سهرات وندوات توعيه حتى لهم بطالهم، حتى عنا توقيع كتب بتهم عنصر الرجال وغيره. نضال لكل الاشخاص اللي عم يسمعونا اليوم وهن من بيسور من فوق بحبوا ينتسبوا او يكونوا يمكن متطوعين يشاركوا، كيف بتصير المساعده او كيف بيصير الانتماء لرابطه ثقافيه؟ نحن لا شك الرابطه بتجمع كل اهالي بيسور، فيها منتسبين، بس انما قلت لك بهذه الفتره في تقاعس شوي على المشاركه بالعمل. نحن بنعتبر بفتره المهرجانات كل بيسور رابطيه، بنستدعي كل الناس، الناس كلها بتشاركنا الفرح، بتشاركنا المناسبه، بتساعدنا، بتنطلق معنا بكل اندفاع. هذا الشيء اكيد يعني بخلينا نستمر بالعمل. انا هون بدي بس اوضح شغله صغيره، انه نحن بهذه السنه كان عندنا برنامج فني غير هذا البرنامج. نعم. طلعنا على الاعلان وحاولنا نحكي عنه المره الماضيه، انما لظروف خاصه طارئه. ورح نحكيها شوي بصراحه بتسمح لي بهذا الموضوع، في متعهد حفلات التزمنا معه نحن. وعملنا كل التدابير الاحتياطيه اللازمه لحتى يكون في عقود موقعه مع المطربين ومعه له شخصيه. للاسف هذا المتعهد اختفى. اختفى من فتره اسبوع. فنحن كنا باينين كل معطياتنا على مهرجانات ثلاث ايام تكون مميزه وكان فيها، ولكن البديل ما بقل اهميه كمان. اكيد اكيد ما عم نشك بهذا الموضوع، ما عم نشك بهذا الموضوع للاسف. بس بهالحاله بتعرف بكون الواحد مجهز حاله ومجهز كل امكانياته لهذا الموضوع، تفاجئنا بهذا الموضوع، فاصبح في تعديل على البرنامج وتعديل طلب فجاه يعني. فاستبدلنا بهذا الموضوع، كان في عندنا المطرب على حال هيدا اول مره يمكن بيصير هيك بكل تاريخ بيسور والمهرجانات والمخدرات، ولكن للاسف يعني الناس يلي عندها يعني سالنا نحن قبل في تعاطي قبل ما احنا وياه للزلمه قبل المتعهد قبل بسنه
وما كان في عنده مشاكل، بس انه هاي السنه ما بعرف الطريقه اللي صار مثل ما بيقولوا. انا هون خلينا نحكي بالاهم يلي هو الرزنامه الجديده للمهرجانات والشكل الجديد يلي رح تاخده المهرجانات. رح ابدا معك منى بالليله الاولى ب 19 اب شفنا شوي من التحضيرات لموسم العزله. نعم. الاخوين رحبين هالمسرحيه اللي رح يعاد احيائها. صحيح. على اي اساس اخترتوا العمل وكيف عم بيتم التحضير؟ يعني مين عم بيقوم بالاخراج، مين عم بيقوم بالتمثيل، بكل التدابير اللي عم تتخذ؟ نعم، الرابطه يعني بتحدد انه كل سنه لازم يكون عندها عمل مسرحي، هيدا من اولوياتها، لانه نحن عندنا عناصر شباب بتحب تشارك بالعمل المسرحي والتمثيل تحديدا. نعم. على طول كنا نروح للمسرحيات الرحاب، تنوعنا من فترات السنوات الاخيره. كان في عندنا زميلنا رئيس اللجنه الفنيه استاذ زياد تربي عمل على 3 سنين مسرحيات، رجعنا السنه للمسرحيه للاخوين الرحباني بموسم العز. موسم العز يعني اذا بدك لعله خير مثل ما بيقول استاذ نضال، نحن تعرضنا اذا بدك شوي مش ما فينا نقول نكسي، بس شوي تراجعنا من ناحيه المواعيد، اضطرينا ناجل لانه شيء خارج عن ارادتنا، ولكن الشيء اعطانا حافز انه احنا العمل اللي عم نقوم فيه اهم بكثير من اي وعود ما واثقين منا يعني. فكانت موسم العز يلي رح تنعرض ب 19 اب على المسرح الرابطه، تمثيل اولاد بيسور بالاشتراك او مع اولاد دون تحديدا، يعني نحن نوجه لهم تحيه كثير كبير لهذا الانسجام. مين عم بتم التنسيق معهم؟ يعني كيف عم بحضروا تحت اداره أول شي مين عم بيصير العمل؟ رح يكون المسرحيه على مسرح الرابطه، ولكن تمثيل مشترك من بين البلدتين. عم يكون باخراج هذا المسرحيه استاذ نديم العريدي، تمثيل يعني شخصيات متعدده. اعاده تمثيل هذه المسرحيه تتطلب جهد كثير كبير، وموجود بكافه يعني عناصر العمريه، الفئات العمريه، في عندك من 16 لل 50 موجود على هذا المسرح. رح يعاد عرض هذه المسرحيه لسببين. نعم. اول شيء نحن كنا التزمنا مع شخصيه فنيه، ولكن لاسباب غير معلنه يعني ما قدرنا نكفي معه او يكفي معنا، هاي الشيء كان لصالحنا. ليه؟ لانه لو بتشوف كميه الاتصالات الهائله اللي كانت عم تجينا حتى يعرفوا وين المسرحيه واي متى، وبدهم يحضروا بدهم يحجزوا ويطلبون ان نكون اكثر من ليله. نعم. خلينا ناخذ قرار انه يكون سليم هيدي المسرحيه، بتاكد انه الرحابنه ما خلوا شيء لحدا، ونحن اذا بدك اعاده تمثيل هيدا تكريم للرحابنه. اكيد تكريم لهم وشحروره ولكل يلي كانوا يعملوا فيها. هالعمل رح نشوفه ب 19 اب وب 20 بالزبط. ب 20 كمان الى جانب هالعمل المسرحي موسم العز ب اعاده احياء، ورح يكون في ليله بيسوريه. ايه؟ شو هي؟ خبرنا هيدا عنها عرف اكثر. نحن مثل ما قلت لك، اول شيء بتسمح لي هون باسم رئيس الرابطه وباسم الرابطه هي الاداريه جميعا لنوه بهذا العمل. نعم. مسرحيه موسم العز سنه ال70 عرضت. من السبعين لليوم طالف تقنية، ما كانش في كتير مثل اليوم أمور الصوت موسم. بهاي المسرحية حاولنا كلنا نشتغلها جديد، يعني تسجيلات الأصوات بأصوات الأشخاص اللي عم يمثلوا على المسرح، العرضي الراقصين، ولا بتدريبات جديدة بتقنية جديدة، فالعمل متكامل كتير. بنصح الكل يطلع يشاهد، ولا انه عمل مميز وافي جدا، يعني في 52 شخص بمسرح عم يمثلوا عم بيقوموا بهذا الدور. وشو المقصود بالليله البيسوريه؟ الليله البيسوريه هي هو يعني هواة ام بيسور لديهم اصوات حلوه، بنحب نحن دائما نترك لهم مساحه بهذا الموضوع. مسرح الرابطه حاضر لهم، بيطلعوا على المسرح بقدموا اللي عندهم، ودائما اجواءهم كثير حلوه، تعودنا عليهم كل سنه. يعني هذا تشجيع كمان لاهل المنطقه واهل البلد. هي الرابطه اذا بدك، هي رابطه اساسا هي مسرح ومساحه للكل بهذا الموضوع. صحيح. يعني احنا بنشجع، بنحاول نستغل اي فرصه واي مناسبه ثقافيه او اجتماعيه او فنيه لحتى نضوي عليها. مثل ما تفضلت حكيت، توقيع كتب عندنا بكثافه، عندنا حملات توعيه، عندنا حملات تثقيفيه، حملات ادوات فكريه، فكل هودي ضمن اطار الرابطه. وعلى امل يعني المهرجانات دائما اليوم بتعرف المشكله اللي صايره معنا نحن شوي بين اسعار المطربين العاليه والمهرجانات الشعبيه اللي بنحاول نحن فيها نخفف على المواطن اعباء ماليه، فالسعر ما بيكون بيتناسب مع سعر المطرب، فبنحاول دائما ننسق بهدول الامور ببعض السبونسرات في توفيق لحتى يكون اكبر عدد شخص. ها بتسمح لي عبر شخصكم الكريمه اتوجه بس تمني على وزاره السياحه وشخص الوزير على وزاره الثقافه. بنعرف انه المهرجانات الكبيره على مستوى لبنان
لها دور كبير وفاعل بالسياحه اللبنانيه، بس انما المهرجانات الصغيره بالضياع هذه كمان تستحق يكون في لها لفته، تستحق انه يكون فيها لها رعايه، تستحق انه يكون في لها ممول من غير وزاره السياحه، لانه بنعرف انه داعمه بهذا الموضوع كثير. فهذه يعني عندنا مشكله في صعوبه فيها بالتواصل معه، نتمنى يوصل الصوت من خلال الليله الاخيره. اذا بنحكي عن الليله الاخيره لحتى نختم كمان ب 21 اب حفل فني بيجمع الفنان ربيع جميل والفنان غادي. نعم، اول شيء بدي اوجه لهم تحيه للفنانين ربيع جميل وغادي اللي يكون رح يكونوا معنا الاحد اخر ليله، رح يكون هيدا ختام مهرجانات ولكن ليس ختام للنشاطات، نحن بعدنا مستمرين ورح نروح على ذكرى تاسيس الرابطه بعد شهر من هيدي المناسبة. بدي أقول إنه في هيئة إدارية ما عم تنام الليل، في شباب وصبايا بحركة دائمة خلية نحل، أنا بدي أوجه لهم تحية، ما فيني سميهم وما فيني فوت بأسماء، فيني أشكر كل حدا منهم، هن بيعرفوا حالهم. بدي أقول نحن مستمرين بإذن الله، طالما بلشنا 61 يعني شوف قد ايه ممكن لوين نوصل يعني. يعطيكم الف عافيه، وان شاء الله دائما بضلكم هيك ملمومين حول بعض لحتى تنهضوا ببيسور ودائما تقدموا الافضل. شكرا لوجودكم معنا نضال ملاعب امين سر رابطه ثقافيه ومنى العريضي رئيسه اللجنه الاعلاميه لرابطه ثقافيه ببيسور. اهلا وسهلا. مشاهدينا بريك صغير بيفصلنا عن متابعة صباح لبنان، بعد الفاصل رئيس بلدية حتشيت السابق السيد إلي حمص بينضم لنا لحتى يحكي أكثر عن توأمة بتجمع حتشيت ببلدة أوروبية تانية، بنكتشف شو هي بعد الفاصل. بريك صغير وصباح لبنان بتابع نو زابينج، خليكن معنا. مرة جديدة تحية صباحية لكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا سوا، مستمرين بلقاءاتنا ومجموعة من الضيوف بيطلوا علينا تباعا. وصلنا سوا إلى سوشيال إيفنت بعد لحظات. سوشيال إيفنت اليوم رح تاخذنا من استوديوهاتنا إلى بلدة حتشيت الشمالية، هذه البلدة اللي بتتميز بطبيعتها، ناسها، بعاداتها وتقاليدها، والأهم من هذا كله بتتميز بكثير من المشاريع الرائدة اللي عم بتطبقها البلدية لحتى البلدة توصل إلى إنه تكون بلدة نموذجية. اليوم معنا مباشرة من استوديوهاتنا المحامي إلي حمصي وهو الرئيس السابق لبلدية حتشيت. صباح الخير. صباح الخير. وأهلا وسهلا فيك ماتر. شكرا. يعني اليوم انت ضيفنا لنحكي عن مشروع كنت بلشته حضرتك بالبلديه بمجلس البلدي السابق، واليوم البلديه الحاليه عم تستكمل المشروع، وبعتقد هذه كمان نقطه جدا ايجابيه انه بلديه تستكمل مشروع لمجلس سابق اللي هو التوأمه مع بلده او بلديه سوفتير الفرنسيه. طبعا. خبرني بدايه كيف خلق المشروع وليش حبيت يكون في توأمه بين حتشيت وبين بلديه فرنسيه؟ بالحقيقة هذا المشروع بلشنا فيه ببداية سنة 2015 بعض الأشخاص اللبنانيين المقيمين بفرنسا وأحدهم من بلدة حتشيت وجه له تحية اسمه بيير سيسين، وشخص من بلدة المتين ساكن ببلدة سوفتير الفرنسية روجي بونادر. هلأ شخصين هودي هن جنود مجهولين بالحقيقة واشتغلوا على هالمشروع من سنة 2015 ودرسناه نحن بالمجلس البلدي أثناءها ووافقنا عليه وقررنا أنه نمشي بمشروع توأمي مع بلدي أوروبية اللي هي عم بتوق إلى أنه فتح صداقة مع أهالي بلدي بلبنان وبشمال لبنان، هن كانوا حبين كمان تحديدا بشمال صحيح. لبنان بقى نحن لقيناهم بهالمبادرة ورحت أنا بأفريل شهر نيسان سنة 2015 عملت زيارة لهونيك واستقبلني عمدة الرئيس البلدية تبع هالبلدة سوفتير والتقينا، وب 11 نيسان 2015 صار في احتفال بمبنى البلدية بحضور الأهالي بإعلان النوايا لمشروع التوأمي بين سوفتير دوغويان نعم. وبلدة حتشيت. بكل الأحوال نحن عم نتابع مجموعة من الصور من زيارتك لبلدة سوفتير الفرنسية. اليوم شو يعني توأمي؟ شو يعني توأمي بين بلديتين؟ شو يعني عمليا على الأرض كيف بنفسرها؟ هي لها عدة تفسيرات وهذا السؤال انطرى علي بفرنسا، شو أهداف التوأمي؟ تماما. يعني هي التوأمي بالنسبة لنا وبالنسبة لألون في لها ثلاث وجوه. في لها وجه ثقافي، في لها وجه اجتماعي، وفي لها وجه انمائي. اوكي. نحن عم نمشي بالتدرج بهالعلاقه. نعم. لانه نحن عم نطمح الى علاقه طويله الامد، نحن ما عم نشتغل الى
على أمد القصير، نعم، إنما على الأمد الطويل. من الناحية الثقافية نحن كتير بهمنا موضوع، وهن بهمون موضوع الفرنكوفونية والتبادل الثقافي، وفي كتير طلاب بيحب يروح يتابعوا تحصيلهم العلمي بفرنسا. يعني في أكثر من وجه وأكثر من طريقة لهيدي التوأمة، لتطبيق هيدي التوأمة. إذا بدي أنا وياك هيك نفصل شوي الأمور على الصعيد الثقافي، بعتقد واللي هو بعتقد من أول إشياء اللي بلش تطبق بموضوع التوأمة، شوي المشاريع اللي معقول تقوموا فيها؟ يعني نحن بدنا نتعاون نحن وياه هون، قلت لك بموضوع نحن ممكن في عنا طلاب لبنانيين بحب يروح يتابعوا تحصيلهم العلمي بالمنطقة هونيكي، وهي على فئة جغرافيا هالبلدة هي بمنطقة بوردو، يعني اللي فيها جامعات بكل الأحوال. ممكن نحن ممكن يعني اليوم إذا في عندك من الأهالي حدا حابب يروح يتابع تحصيله العلمي، نحن بيساعدونا فيه، بيوجهوا بيشوفوا الأمور كيف، نعم، بيسهلوا له اياها هونيك. نعم، يعني نوع من تواصل تربوي اذا صح التعبير بينكم وبين يعني البلدة. فيك تعتبر اطار، يعني نحن عم نركز على الموضوع الثقافي اكثر ما هو تربوي. تربوي للفرنكوفونيه يعني. نعم. كلبنان دوله فرنكوفونيه يعني. نعم، يعني هذا التعاون بكل الاحوال، يعني العلاقه بين فرنسا ولبنان علاقه قديمه جدا. صحيح. وطيده. صحيح. وطيده بكل الاحوال، واليوم عم نشوف يعني هذا الانتشار، يعني كمان رغبه فرنسا ب خلينا نقول كمان تثبيت الفرنكوفونيه، وخاصه مع اليوم هجمه الانجلوفون اكثر يعني بظل هالهجمه هيدي. انه هن كمان بحبوا يرجعوا يحافظوا على لغتهم وعلى ثقافتهم. نعم. شو بتعني لهم بالنسبه لهم لبلدة سوفتير هيدي التوأمة؟ قديش مهمة بالنسبة لهم؟ والله اللي لاحظته عندهم هونيك بالدرجة الأولى بهمهم الصداقة، بهمهم يبنوا علاقة اجتماعية وصداقة مع أهالي البلدة حتشيت، ومع أهالي انتبه وأهالي اللبنانيين يعني مع اللبنانيين ككل يعني. نحن بس المشروع لأنه هو محدد مع حتشيت، وعم نشتغل لنوسعه إلى إطار أوسع، اتحاد بلديات جبي بشري مع اتحاد البلديات تبعهم هني هونيك، عم نشتغل على توسيعه. هني بهمهم يجوا يكون عندهم علاقة اجتماعية وأخوية مع أهالي حتشيت، بهمهم يجوا يعيشوا مثل ما هني عايشين هون، يشوفوا كيف عايشين ويعيشوا مثلهم. يعني هني بزيارتهم ما طلبوا أنه نحن نعمل احتفالات أو أنه نمسي عليهم، بدهم يجوا يشوفوا الناس على طبيعتها. نعم، بدهم يشوفوا حقيقة هيدي البلدة، كيف عم تعيش هيدي البلدة بعاداتها وتقاليدها وثقافتها. هيدا الجانب هن كتير بهمون أنهم. نعم. يشوفوا. وبعتقد هذا الأهم، لأنه الشيء اللي بنملكه خصوصية اللي نحن بنملكها اللي كتير أوقات ريس ما بنعرف قيمتها، يعني أوقات بنفكر أنه عاداتنا وتقاليدنا، زياراتنا، عشواتنا القروية اللي بنعملها، الأمور البسيطة اللي هي بحياتنا اليومية، لأنه نحن من ضمنا يعني نحن من جوا بنحسها أشياء طبيعية وعادية، بالوقت اللي هي معالم ثقافية جدا مهمة للحياة اللبنانية. رح يوصل الوفد ب 11 اب تحديدا، بيوصل الوفد بكره ب 11 الشهر. زيارته هي حتمتد على اسبوع، بيبقوا نحن عندنا اسبوع، وحيكونوا يعني خلال 5-6 أيام بمنطقة بالشمال. نعم. بحتشيت يعني. بحكي عن البرنامج بطريقة. نعم. مفصلة بكل أحوال. رئيس رح يوصل الوفد الفرنسي على حتشيت، بعتقد بقمة، يعني نحن اليوم بشهر أب، بعتقد كل الضياعة اللبنانية ترجع بتلبس حلالها الحلوة، لأنه كل الناس بترجع على ضياعة من الشتوية، كل الناس بترجع لحتى تصيف بهذا الشهر. نعم. تحديدا، والأعياد كمان كتير، هذا الأعياد ورأس الأعياد هو عيد السيدة بشهر أب. خبرني عن حتشيت بهذا الشهر، قديش بترجع خلية نحل، قديش كل الناس بتكون موجودة، قديش الطقس حلو كمان بهذه الأيام. نحن وقت اللي اتفقنا معهم سنة الماضية على التوقيت، حبينا يكون. نعم. توقيت بشهر أب وعلى عيد السيدة بالتحديد، لأنه مثل ما تفضلت وذكرت أنه الضياع اللبنانية عادة بتكون كل أهليها يلي هني مغتربين. نعم. واللي هني بعطلة وبيجوا على ضياعهم وبتواجدوا. نحن بنحب نفرجيهم يشوفوا الضيعة الأهالي موجودين فيها، ونحن في بيصير في احتفال تراثي بعيد السيدية، بيعملوا هريسي. إلى جانب الهريسي حنحضر عشاء قروي حتى يشوفوا هالعادات اللي نحن اللي هي مستمرة منذ مئات. نعم. وبعدها ماشي يعني ومحافظين عليها. تماما.
هيدا الجانب هن بيحبوا ان يشوفوه ويشوفوا الاهالي ويسهروا معهم بهالفتره. اخترتوا عيد السيده مع انه عندكم عيد شفيع الرعيه بمرومانوس بعتقد كمان بفتره قريبه. لا صحيح، بس بيكون في كثير عجق يعني ما رح نقدر نقوم بواجبات الضيافه، بيكون لبنان كله بحتشيد بهذا النهار. ريس 11 بيوصلوا الاستقبال وطبعا وصولهم لبلده حتشيد، كيف رح تكمل الايام الباقيه؟ شو رح يكون في نشاطات؟ نحن ب 11 الشهر في جانب انا بدي اذكر لك اياه، من بعد وصولهم دغري هن جايبين معهم اغراس من الكرمه اللي هن عندهم اياها هونيك، نحن حنزرعها خصصنا لها موقع معين، موقع على ارتفاع 1700 متر حنزرعهم. هن مشهورين بكل الاحوال بصناعه النبيد يعني. هن هيدي البلده والمنطقه كلها سوا، منطقه جنوب غرب فرنسا هيدي مشهوره بزراعه الكرمه اللي هي للنبيد وبصناعه النبيد اللي بتشتهر في فرنسا. بقى هن جايبين معهم كرمه دغري نحن حنوصل ونزرعها، لانه نحن رحنا انا وقت اللي رحت اخذت معنا كمان شفنا شجر الارز اللي أرز وزرعناها بساحه فيكتور ايجو هونيك اللي هي الارز اللي هي رمز لبنان، نحن حبينا نحطها نحن عندهم ليعرفوا انه اللبنانيه بيوم من الايام اجوا لعندهم. تمام، انا كان ب 11 شهر رح يكون في زرع للكرمه اللي بتشتهر فيها البلد. ب 12 الشهر تحدد لهم موعد مع غبطه البطريرك الراعي بالديمان حيروحوا يزوروه وياخذوا بركته. وفي عنا من عشيه ب 12 الشهر بيحضروا مهرجانات الارز بدعوه من النائب ستريدا جعجع. عملت لهم 12 الشهر مين رح يكون فيه؟ هبه لا كاراكلا كاراكلا ما بعرف مين فيه، بس مبدئيا في فرقه كاراكلا ليلى العمر بكل الاحوال برفقه حتقدم استعراض ب 12 الشهر، هن حيكونوا هن مدعوين وحيحضروا. ب 13 الشهر حنعمل لهم زياره للوادي قديشه سيرا على الاقدام، بينزلوا فيها من حتشيت من وادي حتشيت، لانه وادي حتشيت هو من بلوزه بعتقد. لا من وادي حتشيت، لا بدي صحح لك، لانه بدي صحح لك انه وادي حتشيت هو اكبر جزء بوادي قديشه عقاريا، وبهالجزء اكثر مكان موجود فيه المواقع الدينيه والاديره اللي هي بالمغاور يلي بتعود للقرون الوسطى للقرن. يعني عن اي جزء من الوادي عم نحكي ريس؟ وادي حتشيت اللي هو ضمن وادي قديشه. اوكي، قديشه ما في شيء جغرافيا اسمه قديشه، قديشه هي مجموع الضياع اللي هي تماما. اللي هي موجوده فوق. نحن الطريق للوادي هذا البطرك الماروني بينزل كل سنه بينزل بحب يزور الوادي اللي هي بتنطلق من حتشيت البلدة على طريق في طريق من حتشيت بتنزل طبعا، في من بلوزة، في من حوقة، في من بشري صحيح، بس وفي من ديمان كمان طريق ومن الديمان من حتشيت. وقت اللي بدك تنزل على وادي قديشة بدك تمر بالعديد من الأديرة والمراكز الدينية، عندك دير الصليب، دير مرمطانوس، دير قديس شموني، وهيدي أديرة فيها فيها تراث وعبق تاريخي يعني طبعا، وهيدي من القرن الحادي عشر صحيح هيدي الأديرة. بقى بدهم يمروا وبدنا ننزلوا المشي ليمروا يشوفوا هودي وينزلوا على الوادي يزوروا سائر الاماكن، دير مرديشع ودير سيدة النوبين. نعم، البطريركية القديمة بطبيعة الاحوال، هذا يوم تاريخي بامتياز وديني بنفس الوقت. وهذا يوم السبت، يوم الاحد في عنا الاحتفال نحن وياهم ليلة عيد السيدة 14 شهر. نعم، مشان اعلان الاتفاقية التوأمة نحن وياهم باحتفال عاملينه نحن بقاعة الكنيسة بقلب الضيعة. ويوم الثاني 15 شهر يوم عيد السيدة في لهم زيارة لأهدن ولدار إصحية ولدار مرسمعان بأيتو. يعني جولة على مجموعة من المناطق الشمالية اللبنانية تحديدا. 15 شهر بتنتهي الجولة لا ما بتنتهي يعني 15 هلا بعدين عم فكر انه يجوا يزوروا قلعة جبال او يزوروا هون غار تجعيطة، يعني يشوفوا مواقع السياحية الأساسية بلبنان. نعم لكن مجموعة من خلينا نقول هيك الزيارات اللي رح يقوموا فيها لمواقع لبنانية مهمة وبتحمل عبء تاريخي أثري وبتعرف يعني أكثر عن البلد، بالإضافة إلى لقاء الأهالي يعني بهالمناسبات. بعتقد هذا الاهم يعني لقائهم بالاهالي. نعم، التواصل مع الاهالي. نعم، والانفتاح بين الحضارات، بين حضاره قرويه لبنانيه بامتياز وحضاره فرنسيه ايضا بتحمل طابع قروي، مع انه هن ايضا بلده. رح يكون في محاضره ايضا ضمن لقاءاتكم ونشاطاتكم ريس يوم الاحد 14 قبل الاحتفال باعلان المعاهده. نعم، نحن وياهم.
انتوا اليوم رح يكون في محاضره عن شو بتتمحور؟ المحاضره هي بتحكي شوي عن تاريخ المسيحيه وعن علاقتهم التاريخيه بفرنسا. نعم، يعني العلاقه اللي جمعت موارن اللبنانيين بالدوله الفرنسيه. رئيس، ما بعرف اذا بتعرف، ايضا بشمال على مدار اكثر من 5 سنوات مخيم صيفي جمع الشبيبه اللبنانيه بالشبيبه الفرنسيه، شبيبه فرنسيه من كل المناطق الفرنسيه على تنوع خلينا نقول ثقافاتهم وتقاليدهم وعاداتهم، وايضا شبيبه لبنانيه اجتمعوا بمخيم صيفي على مدار 5 سنوات تحت يعني ايضا نوع من تناقل حضاري وثقافي. قديش اليوم بهذا الانفتاح بين الشباب، هذا انفتاح بين الناس على بعضها، بيؤدي ايضا لتعاون اكبر واكبر، وقديش هو مهم على الصعيدين، على الصعيد اللبناني والفرنسي ايضا؟ نحن عم نركز على علاقه بالنسبه لجيل الشباب، نحن كثير عم نركز بانه يكون يعني يكونوا منفتحين على العالم كله سوا. والغرب انت بتعرف الغرب هو كان مقصد اللبنانيين تماما، مشان التحصيل العلمي والعيش، واللبنانيين ما موفرين محل، يعني هن اللبنانيين بيروحوا شرق وغرب يعني وبكل الاتجاهات. صحيح، مش موفرين وبكل محل الاتجاهات وبكل الاتجاهات. سمعة اللبنانيين هي سمعة بتمتعوا بسمعة جيدة وخصوصا بفرنسا، هذا أنا اللي لاحظته. صحيح صحيح. وهالمخيمات هذه طبعا بتشجع التواصل بين جيل الشباب يلي هو املنا وهو مستقبلنا. تماما. رئيس، لكل الناس اللي حابين يزوروكم بحتشيت، يا ريت شوي تخبرهم عن حتشيت، كيف نوصل على حتشيت للناس اللي ما بتعرف حتشيت، وبعتقد قليل اللي ما بيعرفوا حتشيت، لانه الاسم بيسبق، والحتشيتي من العيال اللي تلت الدنيا وشغلت كل البلد. حتشيت هي بلده بقضاء بشري بشمال لبنان، هي تتراوح على متوسط ارتفاع عن سطح البحر 1350 متر، أعلى نقطة فيها 1750 متر أو نقطة بوادي قديشة 900 متر. هي تاني بلدة بقضاء بشري من بعد بشري مركز القضاء. هي ضيعة إلى تاريخها، ونحن البلدية المجلس البلدي عم بيحضر كتاب تاريخي علمي أكاديمي حتى نحن نكتب تاريخ بشكل علمي، مش انه بطريقه عشوائيه. نعم. عم بيتحضر، وخلال اشهر حيتم الاعلان عنه. نعم، لانه الموقع حتشيت، وكنت في عده تفسيرات لتسميتها. موقع حتشيت هو فعلا، كانت حتشيت هي حارس الوادي، لانه هيدا الوادي اللي وادي قديشه كان هو معبر للقوافل اللي بتجي من طرابلس تتطلع على بعلبك وعلى البقاع و الى المناطق الداخليه. كان في برج روماني بالسابع على ايام الرومان، كان في برج روماني هو على كتف شير الضيعه اللي هو مشرف على الوادي، كان هو للمراقبه ولا حمايه هالقوافل هيدي من التعديات وكذا. لذلك يعني هالتسمية انه حتشيت هي حارس الوادي هي منا مصطنعة، هي تاريخيا. وما كان هالبرج الروماني هلا انبنت كنيسة السيدة اللي حنحتفل بعيدها بعد كم يوم. يعني بعد كل يوم. بكل احوال رئيس، يعني السياحة الدينية ايضا الى حيز كبير ببلدة حتشيت، يعني حكينا عن مار رومانوس اللي هو شفيع الرعية كنيسة السيدة، وايضا ما فينا ننسى مار الياس الحي اللي عندكم موقع جميل. نعم، جدا جدا، يعني بكل احوال ومطل بطريقة ارتفاع 1750 متر. تماما، وهو كتير مشرف، كثير حلو المكان على كل على كل البلدة. ما بننسى ايضا رهبات سانت تيريز اللي موجودين عندكم بالبلدة ايضا، وفي كثير من الامور. بكل الاحوال اللي بيطلع حتشيت بيعشق هيدي البلدة، وبصير عنده علاقة وطيدة مع ناس اللي هن ناس قريبين، ومباشرة بصير في خلينا نقول هيدي العفوية بالتعاطي، وعندهم اللهجة المميزة الخاصة فيهم. كلنا مدعوين لنزور حتشيت بهيدي الاحتفالات. بنرحب فيكم، واهلا وسهلا فيكم. شكرا بالتعاطي. شكرا لك. انا بتذكر انه هيدي توأمة بين بلدية حتشيت وبلدية سوفتير الفرنسية. نعم، خطوة رائدة على صعيد العمل البلدي، فيها كثير من التواصل والانفتاح، فيها كثير من الأهمية الثقافية الاقتصادية وأيضا الاجتماعية. رئيس السابق لبلدية حتشيت المحامي إلي حمصي، أهلا وسهلا فيك بصباح لبنان. شكرا لك. شكرا.
شكرا. مشاهدينا نحن وياكم رح نتابع بفقراتنا لليوم الى فقره اجندا بتنضم فيها لزميلتنا بيا السيده نيلة فهد وهي رئيسه ومؤسسه الجمعيه اللبنانيه للتعليم البديل. سوا نحن وياها رح نتعرف على موقع طبشوره ولكن بعد هذا الفاصل. صباح الخير وصباح لبنان بتابع لليوم وبنوصل هلا لفقره اجندا وضيفتي ضمن هيدي الفقره نيلة فهد رئيسه ومؤسسه الجمعيه اللبنانيه للتعليم البديل. تنحكي اكثر عن موقع طبشوره هالمنصه المجانيه الحره للتعليم الالكتروني واللي بتتماشى مع المنهج اللبناني الجديد. صباح الخير نيلة فهد، اهلا وسهلا فيك. بدايه بدي ابدا انا وياك عن هيدي الجمعيه تحديدا، امتين تاسست وكيف تاسست الجمعيه؟ هالجمعيه تاسست من تطوع بالمستشفى، بلش مع صديقه لإلي كانت هي مريضه وتطوعت بالمستشفى تتعلم الاولاد اللي ما فيهم يروحوا على المستشفى لانه عم بيعملوا كيميوثيرابي، عاده مرض انه عندهم مرض سرطان. كانت عم بتساعدهم يتعلموا يقطعوا البروفي. دونك وقتها ما عاد في لانه روضها المرض ما عادت فيها هي تروح على المستشفى، رحت انا محلها. وانا عم بشتغل مع هالولاد اكتشفت انه بيتغيبوا كثير عن المدرسه. لانه عندهم مناعه. اخذت محل صديقتي كريم هون. مزبوط، اخذت محل صديقتي كريم، طوعت محلها وبلشنا، لانه الاولاد بيتغيبوا كثير عن المدرسه وبيجوا مره بالجمعه على المستشفى وكلنا بدنا نعلمهم بالمستشفى، نحضر لهم اكتيفيتي على ورق. نعم. وفي صديق لي وزميل بالجامعه ناجي، قال لي ولو انت ناجي غره. ناجي غره. نعم. بس اللفظ صعب. ولا يهمك. قال لي ولو انت بتحب التكنولوجيا بتعمل كل شيء على التكنولوجيا، ليه عم تكتبي على ورق؟ خلينا نعمل منصه الكترونيه، موقع الكتروني. لا. الجامعه بتستعمل منصه مجانيه. ماشي. صار بسنه 2013. دونك بلشنا قبل هي، قبل شوي من 2013. لا. بلشنا نشتغل مع الاولاد، مع جروب صغير من الاولاد، وبدل ما نكتب على ورق نعطيهم اياهم على منصه الكترونيه على كمبيوتر. اول شيء شفنا اكيد انه كل الاولاد عندهم كمبيوتر وكونكشن، واكتشفنا انه كل الاولاد وين ما كان بال2000 فوق ال2010 عندهم كمبيوتر بالبيت وعندهم انترنت. دونك بلشنا نعمل لهم اكتيفيتي حسب الطلب. انا عم بدرس هالدرس بالفرنساوي، اعمل لهم كان في فرنساوي، مات، فيزيك، كيمياء، اس بي تي، عربي، انجليزي. ووقتها وتعرفنا على جمعية اسمها ماي سكول بالس. نعم. وماي سكول بالس دعمتنا وتحمست على المشروع وعطتنا أول دعم مادي وسمحتنا نطور المنصة ونعمل صفوف الأبي 6 أبي 7 وأبي 8 وأبي 9، ما خلصوا 100% بس تقريبا صاروا على آخر. نعم. وقتها نجح المشروع كانت الفكرة أنه ما بقى بدنا نوقف، صار بدنا نكمل. وعملنا جمعية. نعم. والجمعية تأسست آخر 2013 وسميناها جمعية اللبنانية للتعليم البديل، وصرنا نفكر باسم للمنصة وطلعنا بفكرة طبشورة. وليه طلعتوا بهذا الاسم؟ ليه طبشورة تحديدا؟ هلا بالاول كنا عم نفكر باسامي. نعم. هل يمكن انه طبشوره خلص ولت مثل ما بيقولوا راح زمان؟ ما هيك، وقت حدا طلع بفكره طبشوره. نعم. كانت الفكره انه تحمسنا كلنا على الاسم. اول شيء نحن موقع الكتروني جديد بس ما بدنا ننكر القديم. نعم. دونك كانت فكره تواصل بين الطبشوره والوايت بورد وهلا الانتر اكتيف. نعم. بورد وال على كل حال بما انه عم نحكي نحن عن موقع طبشوره رح نشوف سوا ميكينج اوف تحديدا حتى نحكي نشوف اكثر طبشوره كيندر جارتن روضه. أوكي. الاطفال هذا واحد من البروجي. نعم. بلشت الفكره مع وورد فيجن وانطلقت من حاجة الأطفال أن يحصلوا على فرص أكثر للتعلم، والإي ليرنينج تجي ضمن منهجية وورد فيجن المتكاملة للطفولة المبكرة، منها أنه نبني قدرات الأهل أن يعلموا أولادهم بالبيت،
ونساعد الأساتذة إنه يحصلوا على موارد إضافية متناسقة مع البرنامج اللبناني. الفكرة كان فيها تحدي إنه نخلق برنامج رقمي للروضات، بس التقينا بناس بيحلموا مثلنا واجتمعنا مع لال وداد وخلق المشروع. تعهدت الجمعية اللبنانية للتعليم البديل لال بخوض التحدي في ابتكار منصة إلكترونية للأطفال الذين هم في مرحلة الروضة خلال فترة زمنية قصيرة. لإنجاح هذا المشروع توجب علينا التعاون مع أساتذة كفؤين ومتفانين للسير في هذه المغامرة. استطعنا إطلاق هذا المشروع بفضل العمل الجماعي. قامت كل من دينا وساندرا وجيسيكا ونادين وسمر بابتكار 2350 نشاط تربوي باللغات الثلاثة، أي العربية والإنجليزية والفرنسية، وذلك ضمن مهلة 5 أشهر. عرضت السيدة نهى أبي حبيب الرئيسة السابقة لقسم الروضة في المركز التربوي للبحوث والإنماء أمام الحاضرين منهج العام 2015 المطور، وشرحت الأهداف 5 المتعلقة بكل مرحلة من مراحل الروضة وخصائصها والأهداف التعليمية الخاصة بكل منها. وبفضل اندفاع وعمل العديد من المهنيين والممثلين والمطربين والكتاب والمنتجين، نجحنا في إنتاج ما يزيد على 100 فيلم تعليميا قصيرا بالإضافة إلى القصص المصورة. عمل الفريق بجد وتعاون، ولم يترك أحد من القيمين على المشروع العمل حتى في عطلة نهاية الأسبوع. في المقابل تولت شركتنا دوت بتدريب أساتذة منظمة الرؤية العالمية على استخدام التكنولوجيا الرقمية. تستخدم دوت برنامج التعليم الأفضل Teach Up في تدريبها للأساتذة بهدف مساعدتهم على تطوير كفاياتهم. بعد تقييم المعرفة الرقمية لدى الأساتذة، قامت مديرة منطقة البقاع السيدة مريم حيدر وبالتعاون مع فريقها بتدريب الأساتذة على فترة امتدت على 2 أسبوع لتمكينهم من كفايات الكمبيوتر الأساسية، استخدام البرنامج الإلكتروني، مبادئ الكمبيوتر، استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والاستخدام الصحيح للتكنولوجيا الرقمية أو ما يعرف بالتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإحياء الصف. تابع مقدمو الرعاية في منظمة الرؤية العالمية كريستين وفيردي وجينيفر وستيفاني ورنا ومازن تدريب على كيفية استعمال منصة تبشورة وعن كيفية دمجها في دروسهم. تبعت هذه الورش الأساسية ورش عمل أخرى مصغرة وتدريب أسبوعي على استخدام التكنولوجيا الرقمية لمساعدة الأطفال على التكيف مع منصة تبشورة وعلى استعمال ماوس الكمبيوتر بشكل صحيح. شعر الأطفال بالسعادة والحماس وكانوا يقدمون المساعدة لبعضهم البعض عند اللجوء إلى منصة تبشورة. تطور تعلمهم. يعني مثل ما شفنا بهذا الميكينج أوف، مثل ما قالوا في 2350 نشاط تعليمي بما في ذلك الكتب والأفلام المصورة حتى نساعد الطالب حتى يكتسب المنهج التعليمي حسب ما هو موجود كمنهج تعليمي لبناني جديد، حتى يصير في عنده مهارات إضافية ويكتسب لغات ومواضيع جديدة. يعني قد ايه الطفل فعلا هو عم بيكون محمس، لأنه نعرف نحن عالم الإنترنت والسوشيال ميديا وكل هيدي الأمور هيدي بتجذب الأولاد، فهل ممكن ببعض الأحيان الولد يلتهي عن دراسته لما يكون عم بفوت على موقع تبشورة؟ دونك نحن تبشورة نحن عملنا لهلا من وقت ما بلشنا مشروعين. أول مشروع كان مع ماي سكول بالز، كان أبي 6 أبي 7 أبي 8 أبي 9، وتاني مشروع كان مع وورد فيجن كيندر جاردن. كيندر جاردن عملنا assessment evaluation، تقييم ميرسي. عملنا تقييم للمشروع، وبهالتقييم جاوبنا على هالأسئلة اللي عم تطرحيها. أول شيء التقييم كان كتير إيجابي. الولاد يلي استعملوا، عملنا تقييم بين 3 سنتر استعملوا المنصة و2 ما استعملوها، والفرق كان كتير كبير بيناتهم. يعني البلاد اللي استعملوا التبشورة عن جد تقدموا أحسن بطريقة غيرنا نفهم ليه، مش بس نعرف إنه تقدموا بس نفهم ليه. دونك طلعنا على المراكز وعملنا assessment مع التقييم مع الأساتذة ومع الأولاد اللي استعملوا التبشورة، اكتشفنا إنه تقدموا
للأفضل والأحسن. للأفضل لثلاث أسباب. واحدة منهم كان في كوتشنج مزبوط للأساتذة. الأساتذة كتير تحمسوا، الكوتشنج كان من قبل جمعية زميلة لنا دونك دوت. الأولاد الأساتذة كتير تحمسوا يحسنوا التعليم تبعهم، يعني صاروا يحسنوا عم بيستعملوا المنصة وصاروا يحسنوا بالصف. الأولاد كتير تحمسوا بما أنه نحن مطابقين للمنهج اللبناني، يعني يكون عم يدرسوا شيء بالصف ويرجعوا يشوفوه على موقع طبشورة، على موقع طبشورة، ويعمل شيء ويفهموا أكثر الأشياء يلي بدها صوت يعني صوت والصورة. نعم. كتير ساعدوا. هلأ بموقع طبشورة دايما في صوت وصورة، يعني دايما عم بيرافقوا التلميذ والطالب حتى يستوعب الأمور أكثر، خصوصا بالغودة. نعم. كل الأسئلة أوديو ريكوردد، يعني لأنه الولد ما بيعرف يقرأ دونك بيسمع شو لازم مسجلة صوتيا حتى يقدروا يستوعبوها بهالعمر، ويكون بعد ما بيعرف يقرأ. بدي هون نوه لشغلة أنه هيدا الموقع هو مجاني، الكل بيقدر يفوت عليه، ولكن هل في شرط أنه يكون في عنا انترنت بالبيت حتى نفوت على هيدا الموقع ولا فينا نفوت أوفلاين؟ لا، إذا أنت بالبيت دونك هو الموقع مجاني. إذا أنت بالبيت يعني شخص بده يفوت على طبشورة مفروض يكون عنده انترنت بالبيت. لا. إذا أنت جمعية وعندك كمبيوترز وعندك سيرفر للكمبيوترز، نحن فينا ننزل البروغرام تبعنا على السيرفر وساعتها بيصير مش عايزة انترنت. هيدا التعاقد اللي عم نبلش نعمله، رح نعمله من أول السنة الدراسية مع عدة مدارس. عادة نشتغل نحن مع كل المدارس اللي حابة تستعمل الموقع يعني مجانياً. بس أكيد منشتغل أكثر مع مدارس مجانية. مع مدارس شبه مجانية. شبه مجانية. يلي ما عندها إمكانيات هي تحط تجيب اشياء تشتري اشياء، دونك بنشتغل اكثر تطور حالها وتطور طلابها دونك بنشتغل مع الاساتذه. نعم. مع الطلاب ومع المدرسه. شو هي المدارس اللي عم تتعاملوا معها حاليا؟ دونك كيندر جاردن بلش مع وورد فيجن بالبقاع. نعم. بثلاث مراكز. هيدي المؤسسه اللي بتساعد اللاجئين اللي موجودين بالبقاع. مزبوط، مؤسسه بتساعد اللاجئين، دونك بلش مع ثلاث مراكز بالبقاع. ان باراليل نحن بنشتغل مع SOS، مع إيراب. نعم. مع جمعيه بشمال اسمها ملاك. كمان نشتغل مع جمعيه انجليزيه اسمها زيرورد، بتشتغل مع مدارس رسميه بلمتين وبتعلبيه. نعم. ومن بعد ما عملنا لونشينج لطبشورة كيندر جاردن، هلا صار عندنا ليستة 50 مدرسة حابين يستعملوا طبشورة، وراح نبلش شوي شوي بأول المدرسة بأول السنة الدراسية، خمسة فوق ورا خمسة نحط لهم المواقع. يعني حسب ما عرفت منك، هلا الصفوف التأسيسية والأساسية بالمدرسة اللي هي أوبي 3 وأوبي 4 بعد منه موجود المنهج التعليم الأساسي لهم على موقع طبشورة، راح يكون موجود إذا الله راد خلال 2017، يعني بدها شوية وقت ولكن ناطرين هيدا الشيء نحن كلنا. ولكن بدي أذكر بشغلي هون، إنه كتار بيقولوا يمكن أنا هلا خاصة مع الصعوبات الاقتصادية اللي موجودة بهالبلد، كتار بيقولوا خليني قاعد ابني بالبيت ويعتمد على موقع طبشورة ودرسه أنا بالبيت ووفر له هالمصاري اللي بدي أحطهم للمدرسة للجامعة. قديه بنقدر نحن بهيدا من خلال هيدا الموقع نساعد الأطفال إنه يتعلموا لحالهم بالبيت بلا ما يروحوا على المدرسة، ولا لا غنى عن المدرسة مع موقع طبشورة؟ لا غنى عن المدرسة مع موقع طبشورة لسببين. أول شيء نحن الفكرة تبعنا كانت دعم للمدرسة، ما كان بدنا نكون مدرسة محل المدرسة. الفكرة تبعنا نعطي دعم للمدرسة بطرق تعليم بديلة بتحمس الأولاد تتعلم وبتدفشهم يضلوا بالمدرسة وما يتركوا المدرسة. وتاني شيء لأنه القانون اللبناني ما بيسمح التعلم بالبيت، مجبورة تكون مسجلة بمدرسة بالقانون اللبناني. نعم. على كل حال يمكن نحن عم نقدر قد ما فينا نساعد، أو هو هيدا الموقع إذا بدك كدفع حتى نقدر نساعد الطلاب يعتمدوا على حالهم أكثر وأكثر، يدرسوا لحالهم ما يتكلوا على أهلهم بالبيت كمان. مزبوط. فبهذه الطريقة كمان الطلاب المدارس اللي عم بيقدموا على الامتحانات الرسمية كمان كتار بيعتمدوا على الأنال، ولكن هلأ من خلال هيدا الموقع صار في مثل جايد لهم هو يرفقهم ويساعدهم حتى يعرفوا كيف يدرسوا وشو يدرسوا كمان.
واحد من المشاريع تبعنا هي نطور على موقع طبشورة مساعدة يقدموا الامتحانات الرسمية. بلشنا بالوقت الحالي مع روتاراكت المتن يلي دعمونا ماديا بالتربية المدنية. نعم. حبينا نبلش بالتربية المدنية لأنه مهمة التربية المدنية وطريقة التعلم تبعها بالمدرسة صعبة. شوي صعبة. نعم. صعبة وناشفة. دونك عم نجرب نعمل فلومة أنيميشن 2D أنيميشن تا الولد مش بس يتعلم التربية المدنية بس يفكر بمواضيع التربية المدنية. ودايما بدنا نعتمد على الكتاب وعلى الموقع الإلكتروني حتى نقدر نتواصل وندرس. والطالب اللي بده يعمل إذا بدنا نحضر بروجي، نعرف المدرسة نحضر بروجي، هل ممكن يكون في لينك بين طالب وطالب من خلال موقع طبشورة يتواصلوا مع بعضهم ولا لا كل واحد بده يشتغل لحاله؟ هلا موقع طبشورة بيعتمد على open source اسمه مودل، وبالopen source يلي اسمه مودل في فورم، في يعني في امكانيه الاولاد يتواصلوا يحطوا اشياء ويشتغلوا على الدوكيومون سوا. في كمان امكانيه تشاتينج على الموقع يلي عم نستعمله يلي هو موقع طبشورة، موقع مودل. نحن بنستعمل يعني حاطين طبشورة على مودل. نعم. على سيستم اسمه مودل. على حال الأطفال الصغار كمان لما بدهم يتعلموا كتار رح يستغربوا أنه كيف رح يتعلموا على موقع طبشورة. من هيك رح نشوف إحنا وياك تيزر تنشوف مين أنا من خلال هذا الفيديو. من أنا؟ أنا حرف لين أشبه الوعاء قليلا، تضعون فوق رأسي نقطة فتزينه، تجدني في كثير من الأطعمة والنباتات كالنعناع والبندورة والبندق وأيضا في بعض الحيوانات، فتجدني في أول النمر والنعامة وفي وسط الرنة زوجة الغزال وفي آخر الحصان. بعض الأهالي يستعملونني ليسمون أولادهم، ومن أجمل الأسماء التي تجدني فيها نانا ونور ومنير وعدنان. هل عرفت من أنا؟ نحن عرفنا مين، ولكن بدنا نعرف أكثر مين اللي عم يوضع هذا المنهج الدراسي حتى يساعد الأطفال، ومين عم بنص هيدي الكتابات وهالنصوص هيدي حتى تكون هيك قريبة باللغة المحكية حتى يفهمها الطفل. طريقة الشغل يعني هيدي ميزة ان سيتياسيون، يعني الولد أول شيء بيحضر هالفيلم ومن بعده بيعمل عدة أكتيفيتي عن حرف النون. دونك هيدي بس تا يتحمس يدرس عن حرف النون. كيف بتصير طريقة الوضع الوضع الأكتيفيتي؟ منتعاقد هلا نحن منعلم بالجامعة اليسوعية، وكنا وأنا تركت السنة كارس وقتي لهالمشروع، بس كنت علم بالفاكولتي دي سانس دو ليدوكاسيون. دونك بكلية كلية العلوم والتربية. دونك كان ونحن نتعامل مع كثير مدارس. وقتها بدنا نعمل بروجرام، اول شيء بنتعاقد مع اساتذه، بنعمل انترفيو مع اساتذه بيعلموا الصف يلي نحن بدنا نعمل له اكتيفيتي، وعاملين تربيه، عاملين تربيه بالجامعه. دونك نعمل انترفيو من نقي اساتذه، بنشتغل مع اكسبير من المركز التربوي
يلي بحط المناهج اللبنانية تيفسر لنا على المنهج اللبناني شو الأوبجيكتيف دابرانتيساج شو، ومنفكر مع الأساتذة بهالأوبجيكتيف دابرانتيساج حسب عمر الولد شو فينا نعمل بطريقة إلكترونية وشو ما فينا. في أشياء أكيد ما فينا نعملها بطريقة إلكترونية، مثل كل شيء فني وأرت بلاستيك ولازم يلزقوا ويقصوا ويتعلموا ويكتبوا، يعني إحنا ما رح نعملها. دونك مع هالأساتذة منفكر المنهج، مع هالأساتذة والريفيرنس تبعنا من المركز التربوي منفكر بالمنهج، منحط البروغرام، الأساتذة ببلشوا يعملوا الكونتوني، من بعده بيجوا ناس بيصلحوا الكونتوني بيقولوا لنا انه مزبوط، ناس بيشتغلوا على اللغة تبع الكونتوني، ناس بيترجموا على الفرنساوي والانجليزي اذا عملناه بالعربي او انه حسب باي لغة بلشنا نشتغله. إذا هو سيونس لأنه سيونس بنعمله بثلاث لغات، وبعدين في كل الأكيب التكنيك يلي هي بتحوله لأكتيفيتي نوميريك لأكتيفيتي على المنصة. هون السؤال الأكبر أنه الطلاب دايما في عندهم انجذاب لمادة غير مادة أخرى بالمدرسة، ونفس الشيء على موقع طبشورة، أنتم من خلال التواصل والدخول اليومي على هيدا الموقع بتلاحظوا أنه في نسب معينة لمشاهدات غير أخرى أو لمواد تعليمية غير أخرى، فعم بيكون التركيز على شو أكتر شيء أو شو أكبر نسبة عم بتم الدخول عليها من خلال هيدا الموقع، ومن خلالها بتحسوا أنه ممكن هيدا الشيء يرجع يتعلم بالمدرسة ويساعد الأساتذة حتى يوضعوه كمنهج أساسي كدراسة بالمدرسة، إذا كان دراسة موسيقية أو دراسة فنية أو دراسة تعليمية بغض النظر شو هي. هلأ مع كيندر جاردن الأولاد بيستعملوا حسب ما المعلمة بدها، دونك هون ما فينا نعرف. يلي حسيناه بال B6 B7 B8 B9 إنه الأولاد كتير بيستعملوا المنصة للأشياء اللي ما فهموها بالصف وقتها بيستعملوها بالبيت، يعني بيكون المعلمة فسر الدرس هن ما كتير فهموه وعايزين تفسير أكتر، إذا أهلهم ما بيعرفوا يساعدوهم كتير بيفوتوا على المنصة. دونك حسب الأولاد حسب المناطق، في الأولاد بيفوتوا على العربي كتير على القواعد كتير بالعربي، في أولاد بيفوتوا على الفرنساوي كتير، وفي أولاد أكتر بيفوتوا على المات والفيزيك والشيمي. هلأ نحن على تبشورة مثل ما ذكرتي بالوقت الحالي عم نحول البروغرام اللبناني بروغرام الدرس الكوريكولير، بس واحد من أحلامنا هو كمان نحط على منصة تبشورة أشياء إكسترا كوريكولير، يكون في موسيقى، يكون في فن، يكون في متاحف، يكون في أكتيفيتي عن الموسيقى والفن والمتاحف على المنصة، حتى يمكن يكون في شيء يعني أكثر من هيك بكتير، نغوص بسياحة لبنان والمناطق اللي موجودة بلبنان، هيك بركة بيتعرفوا على جغرافة لبنان، جغرافية لبنان وتاريخه أيضا. ولكن قدي الطلاب ممكن يتعاونوا أو يصير في حوار بينهم وبين الأساتذة بالصف حول هذا الموقع ويتغير المنهج أو تتغير الطرق التعليمية خلال الصف؟ يعني عادة يلي مثل ما عم يستعملوه بيكون في أوقات بالجمعة محددة ليستعملوا تبشورة، لأنه نحن بنشتغل مثل ما قلت لي كتير مع مدارس شبه مجانية أو رسمية أو مجانية، دونك الصف ما في انتراكتيف بورد مثل المدارس الخاصة، ما في بيكون في سال، كل المدارس تقريبا عندهم سال فيها كمبيوتر، يعني الصف بده يظهر من صفه يروح يقعد بسال الكمبيوتر ويشتغل على على المنصة. دونك بيستعملوها ساعتين ثلاثة بالجمعة. كتار بدهم يفوتوا على هذا الموقع، كتار تحمسوا يفوتوا على هذا الموقع. تنفوت على موقع تبشورة، منفوت على تبشورة.com www.tabshura.com. نعم، تبشورة مكتبة TABSHOURA. مزبوط. ففي حال حابين يتواصلوا معكم أكثر، كيف يوم يتواصلوا معكم؟ على tabshura.com في إنفو، فيهم يبعثوا لنا ميل. أكيد منجاوبون. وقت بفوت على موقع تبشورة.com في نقو أو كيندر جاردن أو سكول، وهوفلي بعد فترة بيصير عنا. في كتير عم بيسألوا تحت الهواء، سألونا وردنا اتصال عم بيقول أنه عم بيجربوا يفوتوا على هيدا الموقع، عم بحطوا تبشورة.com ولكن عم بيكون في صعوبة باليوزر نيم والباسورد، ما عم بتكون سهل الأمور، كيف ممكن نسهلهم؟ يعني ما عم بيقدروا يفوتوا مزبوط على الموقع.
عادة أنا مثل ما بعرفه بس هلأ بسأل الإكيب تكنيك إذا في مشكلة، عادة تعمل في ستيب للريجستريشن. هي فينا نلغي الريجستريشن لأنها بليش، بس الريجستريشن مهمة لأننا تنقدر نشوف كم شخص فات على تبشورة، شو استعمل أكتر، تنقدر نعمل ستاتيستيك. دونك عادة بيوصل لهم ميل، وهيدا الميل وقتها بيقولوا اوكي بيفوتوا على الموقع. على كل حال بدنا يعرفوا انه بطبشوره بموقع طبشوره في قسمين اللي هو طبشوره سكول وطبشوره كيندرغارتن، فهيك حتى يعرفوا شو يختاروا وشو ينتقوا كمان. ولكن هل ممكن يصير طبشوره على بلاي ستور؟ باردون، طبشوره ممكن يصير بلاي ستور او على الاندرويد؟ يعني نصير نحن قاعدين على تليفوننا عم نشتغل؟ ممكن ممكن عم نشتغل مع في NGO إنجليزية نشتغل معها اسمها Zero World. وعم نفكر بتطوير أب طبشورة تصير أبليكيشن إن شاء الله. على كل حال متمنى لكم كل التوفيق ويعطيكم ألف عافية. يعني نحن بحاجة فعلا بهالزمن هيدا بالتحديد لمين يساعد أطفالنا، لأنه الإمرأة صارت إمرأة عاملة ما عندها كل الوقت والوقت الكيف تحت درس أولادها بالبيت، فهيك بتعلمهم يمكن يعتمدوا على حالهم أكتر ما يتكلوا على غيرهم، وبنفس الوقت بتنميلهم قدراتهم التعليمية وبتخليهم يتطوروا أكتر بالدراسة وتكون علاماتهم هيك عالية أكتر بكتير. شكرا لك نيلة فهد رئيسة ومؤسسة الجمعية اللبنانية للتعليم البديل، وشكرا على موقع طبشورة. ميرسي يا أهلا. رح نروح نحن وياكم لبريك قصير، من بعدها بنرجع بننضم لفقرة زيست مع الشيف نادين أسيس، تنحضر سوا نحن وياها يخنة البطاطا وأنا مع الطريقة الهندية. صباح الخير، نحن متابعين معكم ووصلنا هلا لفقرة زيست مع الشيف نادين أسيس، ومثل ما قلت رح نحضر سوا يخنة البطاطا على الطريقة الهندية. اليوم كيف لازم اسلم عليك هيك؟ كيفك شايف؟ صبا انت كيف؟ ماشي الحال. صبا يعني لما نقول طبخه هنديه دغري بنفكر ببهارات الغرم مسالة. مزبوط. اليوم المكونات ايه، بس البهارات ما بنقدر نلاقيهم وين ما كان، فمشان هيك نحن رح نزعبر ونعمل من المكونات اللي موجوده ميكساج من كل البهارات الموجوده عندنا بقلب البيت، تنجرب قد ما فينا نوصل للنكهه اللي بدنا اياها. فتخلينا نحكي شوي نحن اليوم لشو بحاجه. مثل ما قلت بيها يخنه البطاطا، بس نحن على اللبناني بتعرفي بنعملها مع اللحمه، لحمه موزات او لحمه مفرومه. نحن اليوم لا، رح نعمل يخنه البطاطا مع صدر الدجاج. اوكي، يعني نحن بحاجه لبطاطا اكيد بدها تكون مقطعه مكعبات كبيره، صدر الدجاج كمان مقطعين مثل الطوق نفس الشيء. نحن بحاجه كمان لبصل جوانح، لكزبره مفرومه ناعمه، لفطر مقطع، ثوم مفروم ناعم، حر احمر، وفي يكون حر اخضر، مهم انه يكون في حر. هلا اذا ما عندنا قرن حر فينا نستعمل تشيلي باودر، بس انه مهم نحصل على الحر، كميه الحر اللي بدنا اياها. لما يكون الحر مثل ما هو افضل ما يكون باودر، لانه النكهه بتكون اقوى. اكيد اكيد بتكون نكهه اقوى. حر كاري اكيد، بابريكا، زنجبيل، ملح، بهار ابيض، رب البندوره، وطبعا المرقه هي انا حضرتها على جنب. هلا الزنجبيل فينا نحطه طازه كمان، ما نحطه باودر كمان فيك. ايه مزبوط، فينا نحط زنجبيل طازه. اوكي، فاذا هيدا هو الميكساج تبع الطبخه كلها سوا. طب النكهه تبعولها رح منشوف انه هيك مايله شوي للحار وللكاري ولهدول الطعمات، فاللي ما بحب الحار دمج ما رح كثير يحبها لهيدي الطبخه، بس اللي بيحب الحار عن جد رح ينبسط فيها. وفينا هون كمان نستبدل الدجاج باللحمه، يعني اللي ما بحب الدجاج بيقدر يستبدل الدجاج باللحمه. وطريقه الطهو هي ذاتها بتكون هلا يخنه البطاطا على الطريقه اللبنانيه بيقدمه على جنب رز. مزبوط، هون ما في رز. هلا هون فيك تقدمي حدا رز بسمتي، او فينا كمان الرز العادي، يعني فينا نطنش. بس انا اذا بدنا نحكي عن نوتريشنال فاكتس تبعولها، بما انه في كميه بطاطا بقلبها عاليه وفيها نشويات كتير، ففضلت انه لا نتحضر ونستغني عن الرز. بس برضه اذا بدنا نشبع اكثر فينا نحضر الرز حتى. هلا بتطلع طيبه كمان مع الرز، بس هيك كمان رح تكون طيبه. بشو رح نبلش بالاول؟ اكيد. هلا هون في طريقتين للطهو، في بلش بتقليه البصل وضيف الثوم وضيف الفلفله الحاره وارجع ضيف الدجاج. نعم. وفي كمان قلل الدجاج مع بهاراته شيله على جنب هيك اذا ما بدنا اياه كثير، يعني اذا كنا اكيدين انه الصدر كثير طري اللي نحن جايبينه ساعتها يفضل انه نقليه ونشيله على جنب، ونعمل قليه البصل والثوم. نعم. وكل هول نرجع نضيف الدجاجات على البطاطا.
كثير منيح. فانا صدر الدجاج اليوم جايبته انا كثير طري، فمشان هيك بلش بالدجاج. ايه رح بلش بالدجاج. فاذا بنفس الطنجره بنحط تقريبا ملعقه كبيره من الزيت. هلا شاف في حال احنا طبقناها دغري يعني للطبخه وحطينا بالاول البصل، رجعنا الثوم ورجعنا حطينا الدجاج، انا ما عندي ايه ما عم بقلك فيك تطبخيها بالطريقتين، في بلش وهيك كمان اقل جلي يعني تكون عم تخفف الجلي اكثر بس اقل وقت اقل وقت صحيح. بدك انا ما عندي مشكله، لا على ذوقك شاف انت كيف بتلاقيها انت، لانه عاده على طول بنبلش بالقليه، اليوم حبيت بلش بالدجاج ونرجع للقليه. فأذن هيدا الدجاج، والدجاج كيف منقطعه؟ مكعبات؟ من ايه مزبوط مثل الطوق نفس الشيء. يعني اللي بيميزها انه لكل القطع بقلبها رح تبين انه كبيرة الا الفليف للحرة منكون فرمينا صغير، والطوق وفينا نقطع الدجاج كمان اذا بدنا بطريقة شرائح شاورما ما هيك؟ مثل الشاورما مزبوط، بس هي الفكرة انه تبين قطعة الدجاج بقلبها حرزين، يعني كيف لما تبين لحمة الموزات نفس الشيء. عظيم هيدي الملعقة والبطاطا، بياخنة البطاطا بنقليها وبنرجع بنطبقها على انا الطبخة. لا لا ابدا ما بقليها، بالعكس صحية اكثر، بسقطها تسقيط. شفتي انا صرت عم بطبخ صحي اكثر فيها. انا بحكي عن اصول الطبق كيف لازم يكون، لازم تكون مقلية. انا بقليها مع القلية تبولة مع اللحمة والقلية بتدبل البطاطا، برجع بضيف لها المرقة بتصير كمان هيك طعم خفيف زيت. هون ريحة الدجاج بلشت تطلع. هلا رح نضيف شوية بهار ابيض، دايما مع الدجاج بنحط بهار ابيض مزبوط، او بهارات الدجاج اللي هي كمان في بقلبها كل المكونات. من شو مكونة بهارات الدجاج شاف؟ في بقلبه بهار ابيض، زنجبيل، في بقلبهم شوية بهار حلو بس ما بيكونوا كثير مقويين حتى ما تدبغ لون الدجاج، يعني يصير لونه غامق. اوقات بحطوا لهم شوية كمون كراوية ولا لا ما فيها؟ ايه فيها كراوية كمان؟ ايه لا ما ضروري يكون في بقلبه كراوية، لا ما ضروري ابدا. بدنا نسميهم نص استوى ولا نص استوى؟ نص استوى كافي، لانه بدنا نرجع نردهم، بدنا نرجع نردهم على الطبق. شايف نحن كيف بدنا نعرف صدر الدجاج اذا كان طازه او لا، واذا كان طري؟ يعني مثل ما انت اليوم عم بتقولي انه اليوم كثير طري صدر الدجاج. هلا ليك في في نوعيات، يعني ما بس ما بدي احكي اكيد بالنوعيات، في نوعيات بتكون بتوثق بمحل انت عم تشتري منه صدر الدجاج، الريحه بدك تتاكدي منها، اللون تبع صدر الدجاج شو لازم يكون لونه؟ دائما على ميل على زهر؟ ايه زهري. ما بدك تحسي ابدا لا بزرق بقلبه ولا حتى صفيرات، بميل مزبوط بميل تحسي زهر، ميل ابيض بلش ينشف، يعني حتى النشفين بقلبه كمان بدنا ننتبه لهذا الموضوع. واكيد في بالنهايه ريحتها هيك طالعه هلا قريبه للقصبه، قصبه الدجاج صحيح نفس الريحه سبحان الله. هلا رح شيلهم انا لانه ما بدي اياهم كثير يستووا. منبلش اصلا شكله بشهي، بلش نحضر القليه. اللي ما بحب الدجاج ويل دان في اكلهم هيك. اوكي من بعدها هلا من بعد ما شلنا الدجاج بنضيف البصل. هلا بنفس المرقه رح نبلش نقلي البصل. البصل بقلنا شقفه الدجاج، البصل هو رح يبلش يكب ميته. نعم البصل الجوانح. بصل الجوانح نعم. اذا قطعناه بوتي دي ما بيمشي مفروم ناعم. البصل ما بنقول له بوتي دي، هيدي للتكنيك للمشاهدين كمان. اوكي مفروم ناعم. مفروم ناعم او امانسي بنقول له. اوكي بلا اكيد بيمشي الحال، بس نحن لانه بدنا يبين، يعني مثل ما لاحظت انه كله قطع كبيره، فبدي البصله تبين، بدي حبه الدجاج تبين، البطاطا كمان، فطر المقطع. يعني لازم كله يكون مبين بقلب الطبق. مزبوط لان البطاطا بيجا حجمها كبير. صحيح. فاذا رح رش رشه ملح صغيره على البصله هيك بتخلصوا اسرع، بتساعد البصل حتى تكب ميتها لبرا. مزبوط تكب ميته لبرا، وهيك بهالوقت نحن رح نشوف المقادير عم تمرق على الشاشه، نرجع نذكر فيهم لان عم نحضر يخنه البطاطا على الطريقه الهنديه. تفضلي شو. مزبوط فاذا بالنسبه للمقادير نحن بحاجه لبصل 100 جرام، بصل جوانح اكيد، ثوم 25 جرام،
كزبرة تقريبا بيقة مفرومة ناعمة، هلا اكيد حسب حجم الكزبرة قديش البيقة كبرى. صدر دجاج 600 جرام بدهم يتقطعوا مثل الطوق. فليفلة حارة قرن واحد، هلا اذا احنا بنحب الحار كثير ساعتها فينا نزيد الكمية. اوكي، البطاطا 500 جرام كمان بدهم يكونوا مقطعين كبير. البهارات اللي نحن بحاجة لهم، زنجبيل، كاري، هون اكيد كمان بتختلف الكوانتيتي حسب نحن قديش منحب البهارات بقلبها. كاري، زنجبيل، بابريكا، مرق اكيد لحمه بده يكون او دجاج، بدنا نضيف لتر رب البندوره، ملعقه ملح، بهار ابيض، فطر مقطع 200 جرام، وزيت نباتي حتى نقلي فيهم الطوق، وبنفس الزيتات هلا بنقلي البصلات. فاذا هلا البصله دبلت، رح ضيف الثوم مفروم ناعم، مفروم ناعم. كمان فينا نحط الحس مثل ما هو. نعم. قد ايه كمية ثوم شفت تقريبا حطينا؟ 25 جرام بدنا يعني تقريبا ثوم، يعني ثلاثة حبوب؟ لا حبتين. ما بدنا كثير. هلا رح ضيف، هلا هون خذي هلا فليفلة حرة. اليوم بيير أكثر شيء مبسوط منه. قد ايه تقريبا حطينا حار؟ قرن بكامله؟ قرن حار، صحيح. هلا ما رح يبين مع الدجاج والبطاطا، رح تفوح الطعمة ما كثير رح يبين. ناعي حالك. لا بس هي طبخة حارة، يعني مجبورين انه نحط الحار. ما معروف الاكل الهندي دايما حار يعني. هلا اللي ما بيحبها حارة وحابب يعملها بيقدر يحطوا فليفلة الحمراء الحلوة العادية. أوكي. وساعتها بس بيكتفوا بالكاري وما بيكتروا كمية كاري، هيك ما بتطلع ابدا، يعني بتطلع حارة بس انه ما بتطلع هالحر اللي كثير قوي، وبيكونوا حصلوا على لون الاحمر بقلبها. نعم. مع الكزبرة. وفيهم كمان يكتفوا فلفل احمر الحلو كمان بياخذوا لون الاحمر، وبنفس الطريقه ما بتكون حاره. هلا رح ضيف الكزبره. مش بالاخر دائما الكزبره بنضيفها. فيك تضيفيها بالاخر كمان حتى تضل خضره، بس انا بدي اياها تعطيني شويه نكهه، رح خلي شوي للاخر. أوكي. بس لانه بدي شويه نكهه. الالوان بتعقد كثير حلوه. وريحه طيبه كثير. اذا بدنا نعمل البطاطا بطاطا بكزبرة. نعم. فينا ساعتها مثل ما انت قلتي هيك بنقلي البطاطات وبنعمل هون، بس تكون البصلة بنخليها تشقر اكثر مع الكزبرة مع الفليفلة وتضيفيها عليها، هيك بكون عم نشتغل. هلا رح ضيف البطاطا. يلا. اوكي. وشاف اخر شيء بنطبقها بالمي ولا بنحط لها مرق يعني انا حضرتهم مرق، فيه يكون مرق عظام او مرق دجاج، مرق بقر او دجاج. قد ما انه فيها دجاج بلكي بنحط مرق خضار هيك بنخفف كمان فيكي شوي. كمان فيكي. وبرده كمان اللي ما بيحب يستعمل المرقه او اذا ما عندهم مرقه على جنب هن محضرينها، ساعتها بيكتفوا بالمي لانه اوريدي الدجاج رح يعطيها، يعني نحن عم نطبخ بمرقه الدجاج فاوريدي عطاها النكهه. هلا رح ضيف رب البندوره، نحن بحاجه لملعقه كبيره رب البندوره، ملعقه كبيره. وطبعا هون رح انطر على البطاطا لحتى تبلش تدبل. بس تبلش تدبل البطاطا، دائما الاكل الهندي ما معقوله ريحه شو طيبه، بس لما بدك تذوقي وتاكلي بتولعي. مزبوط. بس فينا نحتل على المواضيع نحن، يعني نلعب بالفليفله الحلوه مثل ما قلنا، الكاري ما نكتر كثير. هلا رح ضيف البهارات. اوكي، حتى البطاطا تشرب البهارات مزبوط قبل ما تضيف المرقه. فاذا رح احط هلا زنجبيل كمان رح يعطي حر. اوكي، بابريكا، وهون البابريكا اذا ما كان عندنا فليفله حره حمراء. نعم. ساعتها بنحط تشيلي باودر. اوكي، هيك بتعطينا اللون وبتعطينا الحر. يا ويلي على الحر. اوكي، وهلا كاري. ما كترت كثير. هو الكاري منه كثير حار قدام البابريكا وقدام الحار. لا البابريكا البابريكا منها حاره، البابريكا حلوه. قدام التشيلي، قدام التشيلي باودر منه حار. فهلا رح تشوفي انه هو اللي رح يحرحرها القرن الحار اللي حطيته. مش الكاري ومش البابريكا كثير. يا هلا ما بعرف اذا بعد معي وقت، انطر شوي على البطاطا. هلا شو حيصير؟ بس تبلش تدبل البطاطا رح ضيف الدجاج عليها. نعم. نرجع منضيف المرقة.
والفطر المقطع اكيد يعني بالمرقه الفطر. ايه لانه هو اوريدي مستوي الفطر. نعم. هلا اذا كنا جايبينه فطر طازه ساعتها بنقليه مع القليه يعني مع البصل مع الفليفله مع الكزبره مع هول كلهم ومنضيفهم. هلا بما انه نحن الفطر اوريدي مستوي فرح ضيف المرقه وفي شغله هون لاحظت انه طحين ما رشيت لازم ليش ما طحين لا اوكي ليش لانه هي في بقلبها نشا البطاطا ما البطاطا لحالها ما مشان هيك بتعقد الصلصه لوحدها مزبوط فهي رح تعقد لحالها هلا اذا بدنا اياها تكون معقده زياده ممكن برضه منك بحاجه فيها لانه كميه البطاطا كثير كبيره فكافيه جدا لللتر المرق اللي نحن بدنا نضيفه انه يخليها تعقد. هلا رح ضيف الدجاج معلش انا شوي عم اشتغل بسرعه نحن لانه ما في كثير وقت ما معنا كثير وقت بس نعرف البرنسيب كيف. هلا مفروض ست البيت تنطر على البطاطا اكثر حتى تبلش تدبل. نعم بترجع بتضيف الدجاج والدجاج كمان كان فيها ننطر عليه شوي اكثر مزبوط بس نحن لضيق الوقت جربنا قد ما فينا على السريع نطبقها للطبخه صحيح. هلا بدنا ننطر عليها تقريبا على النار شي 20 او 25 دقيقه حتى تستوي البطاطا مزبوط ويستوي الدجاج مزبوط. نعم هلا رح ضيف المرقه قد ايه تقريبا كميه بدنا لتر من المرق للكانتيتي اللي انا حطيتها للمشاهدين تستوي البطاطا مزبوط مزبوط. تلاحظي انه البهارات هلا بدنا الخبز الهندي تناكل فيها نخنة البطاطا على الطريقة الهندية يعني. عادة كيف بيحضروا الخبز الهندي شايف؟ هيدي المرأة بتصدق بدي اسألك هي بعد ما مرقت علي سؤال صعب عليك هي بعد ما مرقت علي بس في عنا حدا بالبناية يعني ناطورة بالبناية خربزوها أكلها شو طيب؟ بتعمل البرياني كثير طيبة بتعمل أكل إيه بتعمل أكل هندي كثير طيب بس بدي أسألك إياها عن الخبز خلص يعني بتحسي خبزهم غريب بتحسيها سميكه وهيك مثل مثل الاسيوبي شوي بحسها يعني. هيك مثل الطلميه بيقولوا طلامه طلامه مظبوط. يلا هلا رح ضيف الفطر. نعم اوكي برجع بقول انه انا عم بشتغل شوي بسرعه لانه لضيق الوقت بس هو مفروض نحن الفطر اخر مرحله نضيفه. رح ضيف باقي الكزبره. الكزبره من بعد ما تعقد بنضيفها ولا لا بهيدي المرحله؟ لا هي مفروض من بعد ما عم قلك بالفطر يعني بس ننطر نحن نشوف البطاطا انه استويت يعني استويت يعني بلشت تعقد ساعتها بنضيف الفطر وبنضيف الكزبره حتى تضلها خضراء بقلبها. هلا بس بعد في عندي الملح كنت حطيت الكزبره كلها شف انا بتعرفي معوده من انا وصغيره بكتر كل شيء بصحنك ايه ما بعرف ليه عيب قلتك لصحنك على الاخر لا هيديك صحنك بس بالطبخه حطيهم خلص اخذي على طول حتى الترتين بترك منها لقمه ما بعرف ليه منيحه هيدي في ناس بياكلوا اول كاتشي انت بتتركي اخر كاتشي منيحه. يلا هلا ملح بدنا ننتبه انه اذا المرقه فيها ملح والرب فيه كميه ملح كثير كبيره ساعتها ما بنكثر الكانتيتي اكتفي بهيدي الكميه لانه كمان بالبصل حطينا حتى بيقولوا كمان شاف وقت تكوني عند الناس لاول مره وحتى مش بس لاول مره دائما الكبايه اذا كنت عم تشربي عصير او حي لنوع جو فالمفروض تتركي شوي بكعب قلب يعني مزبوط مثل السفاري بيقولوا هيك حتى اذا كان في صبايا بالبيت او في حدا بعده على البيت هتفرحي فيه ما بعرف هيدي عوايد يعني كلها معتقدات خاطئه ما بعرف قد ايه صحيح هذا الموضوع ما بعرف قد ايه صحيح ما بعرف بس انه انا هيك معوده من انا وصغيره انه على طول بترك شيء فمشان هيك ما بعرف ايه معك حق انه بترك على طول بالصحن هيدا هدر هيدا هدر خليني نجي بصحن بس يلا اوكي هلا بيا نحن ما رح فينا نعمل بريزنتاسيون مثل ما انت قلتي قبل شوي انه فينا نحضر حدا رز بس انا ما حطيت حدا رز لانه كميه البطاطا بقلبها كثير كبيره وفيه نشويات يعني الطبق وحده كافي في بقلبه البروتينز وفي بقلبه النشويات فيه كل شيء كامل ومتكامل فاللي بده اكثر ساعتها بيقدروا يحضروا رز فيه يكون رز بسمتي او الرز العادي. اوكي رز البسمتي كل كبايه رز كمان كبايتين مي وما ضروري ابدا انه ننقعه وستو. هلا بس بدنا نغطيها للطنجره وننطر البطاطا والدجاجات حتى يكتمل استوائهم. شكرا لك شاب ميرسي على الهندي. بدي اتمنى لك نهار ممتع بنرجع بنشوفك اذا اراد نهار الجمعه نقل اراد اكيد شكرا شاب ميرسي لك كثير.
متابعه صباح لبنان، وبعد بريك رح نكون مع فقره ديزاين شادي خلف وريتا اصاف. خليكم معنا. عودة لكم مشاهدينا لنتابع صبحيتنا، مواضيع عديدة ما زالت بانتظاركم وفقرات ثابتة أيضا تعودتوا عليها بتطل علينا أسبوعيا مع مجموعة من الزملاء من هذه الفقرات، فقرة ديزاين اللي من خلالها أحدث الأمور بعالم الديكور. بنتعرف عليها مع شادي وريتا. صباح الخير. هاي جو. كيفكم اليوم؟ ما زبطت سوا؟ لا ليه أنت خنائين ولا كيف؟ ما تمرنا الأحد اليوم. شو أبرز العناوين بال ما سمعت شو قلت شادي؟ عبقول ما تمرنا الأحد. آخر مرة سألت نفس السؤال، قلت لك متمرن كل نهار أحد. اليوم ما في تمرين إيه؟ لا ما تمرن، ما لحقنا. عن شو رح تحكي ريتا اليوم؟ اليوم رح كون عم بحكي عن لاندسكيب ديزاين، يعني عن الدراسة تبع المناظر الطبيعية. وشادي رح بيكون عم يحكينا عن أكواريوم ديزاين تبع الأحواض بالمسابح وبالبيوت. عظيم، لكن مش رح نطول، نحن وياكم مشاهدينا بننتقل مباشرة إلى ديزاين. هاي ريتا اجين. حسيت عم ببرم على الكرسي. صبا صبا اول از جود. منيح كثير منيح. لكن مثل ما قلنا اليوم في عنا فقره ديزاين، ريتا رح تحكي عن كل شيء لاندسكيب اند اوربن بلانينج، وانا رح احكي عن الاكواريوم ديزاين. اكيد كثير من العالم بيحبوا الاسماك، بيحبوا حتى يربوا الاسماك عندهم بالبيوت، يحطون باحواض كمان بهذه الطريقه. اكيد نحن بنعرف التيبيكال اكواريوم للاسف بلبنان بيبيعوا هول، عرفتم بيكون على الطريق بصير يبيعوا هول الجولد فيش، بيكونوا موجودين باكواريوم من ازاز. هذا الشيء اكيد ما كثير بنحمسه، بس بنفس الوقت فينا نمزج الديزاين والديكور وبنفس الوقت مع احواض السمك. رح اعطيكم كم فكره مبتكره فينا نقدر نستعملها بنفس الوقت لما نضيع سبيس عنا بالبيت وكمان نستفيد منهم. رح نبلش باول صوره معنا لليوم. بتشوفي ريتا هيدا الديزاين، في عندك هون الأكواريوم موجود بالمطبخ، وهي بحد ذاته هيدا الأكواريوم عم بيقول تسيبار، عم يعني عم بيجرب يفرق بين اسباس المطبخ واسباس الاسباس يعني طاولة الصفرة أوضة الصفرة. بهيدي الطريقة أنت ما بيكون في عندك أنت أوبن سبيس، بدل ما تحطي حيط مثلا فيك تعملي هذا الأكواريوم. بهيدي الطريقة بيكون في عندك ترانسبيرونس بين سبيس والتاني، وكمان أكيد بتصير فيك تشوفي الأسماك عم بيتحركوا. واكيد بهيدي الطريقه كمان فينا نقدر اول شيء نشتغل على اللايتنج، كثير مهم انه اللايتنج. واكيد بنكون مثلا بالليل بنكون قاعدين عم نتعشى، فينا نطفي كل شيء يكون بليمير تاميزي. وبهيدا الاكواريوم فينا نكون اكيد عم نضوي بلون ازرق نيلي، وبتصير تشوف الاسماك عم تتسبح جوات هيدا الاكواريوم. اما بالصوره الثانيه رح نشوفها هالمره، هيدي طاوله، هيدا الديزاين للطاولة. منشوف أول شيء الجولدن فيش الأكتر شيء منشوفهم بلبنان، وبعض الأكواريوم بتلاحظي ريتا حتى بتنقيت الألوان ببطل فيه هول اللون الفريول عم نشوفهم. بتشوفي ريتا أنه يوجوالي بالأكواريوم بيكون فيه ألوان كتير بتجي فريو، يعني روز وبلو وفير حسب كل ألغ لون، أو حتى بيجي قصص أرتيفيسيال. منشوف بهون الديزاين بعدهم على المينيماليزم اللي دايما عم نحكيه، انه حتى بالاكواريوم نتبعه. حتى بتشوفي بالجاليل حاطينهم كولور بيج اللي هي كولور دو جالي ناتشوريل، وعندك اكيد الاسماك. هلا بهذه الطريقه اكيد ما من يعني ما مفروض يمكن نحط اكثر من ثلاث اسماك، يعني لانه كطاوله منا كثير افيكاس. والحلو فيها ريتا هلا مثل ما بيقولوا دائما انه القصص الديكوراتيف ما بتكون كثير براتيك وفونكسيونيل، لانه بنشوف اذا بالديزاين بس بنرجع بنفرجيه انه حتى الطاوله بحد ذاتها في عندك انت بس ثلاث لوح خشب وهي بالنص مي، يعني اذا بتحط انت ايدك هي مي اكشلي. سو هيدي الطاوله منا كثير افيكاس، بس لتحط يمكن الدرينك تبعك او قهوه. فيهم يسكروها ببلكسي وقتها بدهم يستعملوها، ويرجعوا يشيلوا البلكسي وقتها بدهم يهووا شوي الاكواريوم. ايه بس بيختنقوا السمكات اذا حطينا بلكسي من فوق. لا انه شيء جريء يمكن نبخشها، يعني فينا نبخشها. هلا يمكن مزبوط، هلا بس هي يمكن حلاوتها بحد ذاتها انه يمكن تشوفيها عم بيتحركوا، وفي اصوات كثير تسمع صوت المي ولا تتنفسوا الاسماك تحت المي. اما بالديزاين الثاني رح نشوفه، الثالث رح نشوفه هالمره ريتا، هيدي حنفيه فينا نستعملها يمكن اكثر شيء بحمام الضيوف. هون ريتا هول مثل عم نشوف هون اكشلي هون في عندك اسماك،
وكمان هلا للصراحه بتشوفي في عندك على اليمين وعلى الشمال في عندك دو سيركل بيض، هول هن اللي بنفتحهم وهول بيكونوا مبخوشين مثل ما انت قلتي، هون فينا لنطعم السمك وليضلهم عم يتنفسوا. مزبوط. واكيد في عندك هون المعمول كله من ازاز وعندك هون المي، سو انت وقت تفتح بتفتح حنفيه المي كثير حلو الاحساس انه تكون المي عم تنزل على الازاز وفي عندك تحت ديجا سمك، دونك كل على بعضها بيعطي ليمون دو فريشور عندك بالحمام. مثل ما انا قلت ديجا اكثر شيء هذا الديزاين بيستعمل بحمام الجوف، لانه يعني الازاز والمي بصير كل الوقت بدنا نبقى ننظفه، لما تعرف المي وقت تنشف على الازاز بيضل في مثل اذا بدك نوع من الكمخه على الازاز، اذا كل يوم عم نستعمل هذا الشيء يمكن رح ياثر، يعني نضل دائما عم ننظفه. اما بالديزاين الرابع رح نشوفه هلا، هالمره هذا ديزاين كثير غريب موجود بالصين، هول ريتا تواليتات، بهول هول التواليتات يعني هن هول الاكواريومز موجودين دغري على وين ما بتكبس السيفون. هلا ريتا اذا بتشوفوها قالت حرام للسمك يعيشوا بهيك كونديشن، بس بنفس الوقت هذا الشيء لانه بيعتبروا بالصين في عندهم in one of the culture اللي بيستعملوها بالصين انه الوقت اللي الواحد بيقضيه بالتواليت شيء كتير مهم، لان هذا الوقت الوحيد اللي انت بتكوني لحالك جواته بدون ما حدا يزعجك. بقى بعيد الكونسبت اللي هن استعملوه انه يقدروا يتميزوا بعيد القعدة ويشوفوا السمك هن عم بتسبحوا جوات الاكواريوم بالتواليت. اكيد السمكات ما بيكونوا ابدا مبسوطين مع هيدي القعده، بس اكيد يمكن فينا نقدر نستعملهم، يمكن سمك شو بعرفنا ارتفيسيال، يمكن ما نحط سمك بحد ذاته، يمكن بس الليمال مي والالج جوا بيعطي هالافه الحلو. وبنفس الوقت بس بايدهم على شغله الصينيه ان كيس سمعوني انه الواحد بيكون قاعد ورا، يعني هو ظهره على الاكواريوم اللي هن عاملوه، سو ما كثير بيكون عم يشوف السمك اللي عم يتسبح وبيكون وراه يعني. اما بالصوره الثانيه رح نشوفها هالمره ريتا، هيدا الاكواريوم موجود باوضه نوم، ولكون سبيسيفيك اكثر موجود على باتو. هيدا الباتو اكيد بيكون موجودين بباتويات كتير كبار، وبتعرفي ريتا one of the styles اللي بيستعملوه باليخت بيكون ليضلن باقي في البحر، يلي هو هيدا النوع الاكواريوم. هيدا النوع الاكواريوم بيكون موجود دغري ورا التخت لا يقدروا يتنفسوا السمك ويطعمون، هن بيكونوا على سطح الباتو من فوق، دونك اكيد من سطح الباتو فينا ننزلهم اكل وكمان ليتنفسوا. وحتى الجراندور البروبورسيون بتلاحظيها انه على كل اوضه النوم اول شيء بيفت لك ضو، ثاني شيء بهيدي الطريقه بيكون في عندك ليمون كثير مهم ورا التخت، وبالنهايه اكيد في عالم كثير بيحبوا هيك نوع ديزاين. اما بالديزاين اللي من بعده رح نشوفه هالمره هيدا نوع الاكواريوم الموجود، رح نبقى نفرجيه من بعد هيدي الصوره. هيريت اول شيء بس بدي احط اون بارانتيز انه يوجوالي العالم مثلا بيكونوا لانه موجودين على البحر بيكونوا بباتو، ما ضروري يمكن يخترعوا هن الاكواريوم، يمكن اوقات بس بيحطوا ازاز اكيد دوبل فيتراج مع اكيد كل البروتكشن الموجوده وبيصير في تحت. مزبوط. سو بهيدا الديزاين اللي رح نشوفه هلا، هيدي ريتا هيدي سي اون سال داتونت عند حكيم السنان. هيدي السال داتونت مثل ما حكيت ديجا قبل انه عندك الاكواريوم بده يكون سيباراسيون بين اوضه واوضه، هون عم نرجع نشوفها كمان بالسال داتونت. وبتلاحظي كمان الاكواريوم كمان جاي مسح مع الحيط، بتحسيه كانه اونكستري، وفي عنا فوق الديفيوزرز تبع الاي سي، يعني كلها على بعضها بتحسيه كانه سي اون توال دو بانتشور مرسومه، مش انه في عندك قصص يعني طالعه يعني باريليف او بوزيتيف نيجاتيف. اما اخر ديزاين رح نشوف هذا اكثر ديزاين انا حبيته اللي هو السيلينج. هيدا السيلينج الاكواريوم موجود فوق، هيدا السبيس هيدا صالون، وهيدي ريتا بالصالون في عندهم فوق بالطابق الفوقاني في عندهم جاردان، بالجاردان حاطين هلا هن حاطين بيسين على جنب يلي هن حد البرغولا، وعاملين كمان حوض للسمك من فوق، سو انت وفوق فيك تشوف السمكات والسمك بحد ذاتهم، بيكون كمان الارض تبعهم محموله من ازاز للواحد يكون قاعد تحت بالصالون يضل عم يطلع من فوق. دو ان بنكون عم نستفيد نحن من الضوء الطبيعي، اللوميان ناتشورال بتفوت من فوق، دو بنكون كمان عم نشوف السمك من فوقنا. سو هول كل الديزاين للاكواريوم اكيد فينا نستفيد منه، فينا يطلع لنا افكار غير الاكواريوم العادي اللي عاده بنروح بنشتريه، هيك بيكون 60 ب 30 بينحط عنا بالبيت.
هلا شادي رح ننتقل من الديزاينز تبع الاكواريومز لللاندسكيب ديزاين. انت بتعرف بالعالم خصوصا بيوروب انا اليوم رح احكي لانه بتعرف بالصيفيه كثير العالم عندها تضاس انه تروح تسافر على يوروب تشوف هونيك شو عم بيصير شو في عندها معالم سياحيه. بس الشيء اللي نحن ما بنلاحظه او ما بننتبه له هو المعالم السياحيه او المناظر الطبيعيه اللي ما معودين عليها. يعني ما عم اقول انه نروح على باريس تنشوف بلاز دو لا ريبوبليك او على لندن تنشوف الهايد بارك. عم اقول انه نروح على مناطق جديده نكتشف لاندسكيب جديد نكتشف اكيد مناظر جديده كمان هي حلوه وإلها محلها بكل بلد. رح نبلش باول بلد اللي هو ايطاليا رح نشوف فيه المونستر بارك. بتعرف شادي بضحك لانه دائما انا في عندي هيك بارتي صغيره لايطاليا بالمونستر بارك ببومارسو بايطاليا. هون عنده اكيد سينيفيكاسيون كثير كبيره لانه في كمان اكثر من 12 تمثال مثل ما عم تشوف مثل هيدا التمثال اللي عم نشوفه على الصوره. هن عندهم شيب كثير كبيره وغير هيك عندنا مثل دو مونيمون كثير كبار معالم اثريه اللي هي اكيد بتتالف من الحجر والعواميد الاثريه موجوده كمان بهيدا البارك اللي هو جاردان كثير كبير بايطاليا. كمان اذا الواحد كان بايطاليا ما لازم يفوت عليه يروح ويزور هيدا البارك لانه كل تمثال موجود هو له سينيفيكاسيون وبيخبروك كمان هونيك وقت تروح اللي بيورموك اكيد الجيد توريستيك بخبرك قصه كل تمثال لانه كل وحده عندها قصه حب او قصه عذاب او يعني كل تمثال عنده سينيفيكاسيون مثل الدياس والجودس اللي بيكون عندهم سينيفيكيشن بكل اذا بدك دين او بكل قصه. رح ننتقل لتاني معلم سياحي عنا اياه ومناظر منظر طبيعي باسطنبول. باسطنبول رح نشوف هلا هيدا الجاردان اللي هو جاردان بيبليك اذا بدك حديقه عامه كثير كبيره. هون بنلاحظ انه بطل عند الحدائق الصغار صار عندنا الحدائق الكبار اللي هن عندهم امباكت اكثر على اذا بدك الاورجانيزاسيون اوربان تبع المنطقه يعني التنظيم المدني. انت دائما بتحسب حساب انه بده يكون عندك بارتي هي مخصصه للحدائق لانه انت بحاجه لمساحه خضراء بكل منطقه. هون هيدا الجاردان هن عم يستفيدوا منه ليكون كمان جاردان لاوتيل وكمان ليكون جاردان للبيبليك لعامة الشعب كمان انه تفوت عليه للعموم. وعم بتشوف كيف انه هو مقسم في بكل بارتي ديزاين يعني مثل انت كانه عندك تام لكل كوان بقلب الجاردان. كل بارتي عندها القصة تبعها وعندها اذا بدك الجمهور المحدد لها ان كان اطفال او كبار فيهم كمان يستفيدوا من هالجاردان. رح ننتقل هلا لسويدن بدانيا بارك. بهيدا البارك الشيء كمان اللي بيميزه انه هو دغري على البحر على الكوت يعني ودغري منه فيك تنزل على الماء. هو هيدا هو اهم معلم بالمنطقه اللي هي مالمو وهو اول اذا بدك ديستيناسيون توريستيك هونيك اول محل بتروح عليه وقت تروح على هيدي المنطقه لانه كله يعني كيف هو موجود كانه مونيومون بوجه البحر كانه هو هيك معلم سياحي كثير مهم. هل اذا بدك مثل بلفيدير موجوده على الماء تشوف انت المناظر الطبيعيه وعندك منظر حول كل المحيط اللي عم بتطل عليه وعلى البحر يعني هيدا اكيد لازم تستفيد منه وتروح عليه وقت انت تكون موجود بسويدن. اديتا وقت طلعت بهذه الصوره دغري انا قلت قد ايه كان في شغل على الستركتور لانه ما معقول هالكبر كثير. ايه مزبوط اكيد كان لها دراسه كثير معمقه واخذت معهم وقتها يعملوها شي طايره بالهواء يعني بس بالنتيجه طلع شيء كثير حلو تتشوفه فيزيوالمون وكمان كرمال تروح يكون عندك اكسبيرينس بهيدا المنطقه. هلا رح ننتقل على فيينا. بفيينا رح نشوف هيدا البولفار الكبير اللي هو مشهور اللي هو ماريا هو البولفار تبع ماريا هيلفر ستراس. هيدا البولفار هو كثير كبير عندك مثل اذا بدك ديريكسيون وحيده يعني بتقشعها من الجوجل ماب من الجوجل ايرث هي كثير محدده بالبلان تبع المنطقه. في عم بيصير في كل انواع الاكتيفيتيز من شوبينج اكل فيك تتمشى تقضي كل النهار يعني وقت تبلش مزبوط مطرح ما بتبلش لاخر يعني فيك تبلش من الصبح لعشي انت عم تتمشى على هيدا البولفار وما يخلص الوقت وفي بقلبه دي سيني دي بارك يعني كل شيء موجود بقلب هيدا البولفار. فاذا بفيينا كمان ديستيناسيون حلوه نروح عليها. رح نروح هلا على بلجيوم على السي ماين. هيدا اللي كان هو قبل اذا بدك مثل محل للمنجم كنا يستخرج منه الاحجار الكريمه لكن بهيدا مش هيدي الصوره هيدي الصوره هي ديزاين لا
بيج كمان موجود بدنمارك. بهيدي الصورة في عنا الباثز يعني اللي هن الأحواض مثل ما قلت أنت الأكواريوم، هون باثز بيكونوا شوي عصخنين، هن كتير إذا بدك بيتميز فيهم دنمارك كوبنهاجن هونيك بهيدي المنطقة. وبيج جرب أنه هو يدخل الماء البحر كمان بقلب هيدا التراث اللي هن عندهم إياه بطريقة كتير مودرن، مثل ما منشوف عنا دغري على البحر كمان هيدا اللي إذا بدك الامباكت أورباني عنا إياه كتير قوي مع الجردان، عاطي امباكت كتير حلو بوجه هيدا المبنى القديم اللي عنا إياه. هلا رح ننتقل على سويسرلاند ب مزبوط، لا هيدي الماين اللي كنت عم بحكي عنها قبل شوي، لكن ببلجيوم في عنا هيدي السي ماين مثل ما قلت كانت من قبل منجم، هلا تحولت على مبنى كبير تراثي ثقافي بتروح عليه كرمال انت تتعرف على كل التراث تبع بلجيوم، تتعرف على كيف كانوا قبل الاستوار تبعهم التاريخ، كيف المنجم كيف كانوا يشتغلوا الشغيله، شو هن الاثارات اللي اخذينهم من هيديك المنطقه، لكن كيف تحول المحل من محل عمل لمحل كومبليتلي ثقافه. بالصوره الثانيه اللي رح نشوفها هون رح ننتقل لمنظر ثاني كمان بجبال الألب بسويسرلاند اللي هي كمان بارتي من جبال الألب، هون عندنا اذا بدك لاندسكيب بطريقه ثانيه، هون اجوا حطوا بس بلاتفورم مثل اذا بدك ارضيه على شكل دائره عندها فيو 180 دغري على جبال الألب، لكن هون مثل كانه حطينا هيك اوفر دار بقلب الجبل بقلب الصخور انتجري، يعني مش ضروري اللاندسكيب يكون عنده امباكت على كل المنطقة ونكون عم نغير راديكالمون كل الفيو أو كل الحجر وكل الصخور بقلبه، بالعكس هون جينا عم نزيد شيء كتير مينيماليست وبنفس الوقت عنده امباكت كبير، لأنه وقت عم نروح عم يصير عنا اكسبيريانس تانية وقت عم نزور هيدا المحل. رح نشوف بالصورة التانية كمان رح ننتقل هلأ لسلوفينيا. بسلوفينيا هون عنا مثل بيداستريان إذا بدك جسر جسر للمشاة، هو عم يقطع فوق نهر هو كتير مشهور بسلوفينيا، بس ما كانوا العالم كتير عم ينتبهوا عليه ويهتموا فيه. اجت هيدي الستركتشر بسنة 2014، هيدي الستركتشر اللي هي كتير مهضومة مثل أوفر دار حطيتها فوق الـ البحيرة إذا بدك أو فوق النهر، عطت أمباكت كتير حلو وكتير مهضوم وأكيد غيرت كل البرسبشن تبع المنطقة. رح ننتقل هلأ للديزاين اللي بعده اللي هو الديزاين اللي ما قبل الأخير، هون رح نشوف كمان بقلب بارك برومانيا اسمه إيكا ميديتيشن سبوت، مثل ما اسمه بيقول هو ميديتيشن سبوت يعني للنقاهة، بتلاحظ أنه كيف هو كمان محطوط كيف بسويسرلاند عندك هيدا البلاتفورم اللي كانت محطوطة سيركولير، هون عنا هي زيتها معمول من خشب محطوطة بنص البارك بنص الحديقة من خشب أكيد، واللون كتير حلو عاطي إفيه حلو مع الطبيعة، ومثل ما قلت مديتيشن أنت بتقعد هنيك وبتصير تتأمل بالطبيعة. ريتا أصلاً بتعرفي كمان بكونسبت المديتيشن اللي هو إجا من الصين ومن اليابان، هني حتى بيقولوا أنه الفارم سيركولير هي هيدا الفورم الدائري هي اكثر مديتيشن اكثر من انه وقت يكون عندنا انجلز مثل المربع او المستطيل، هولي ما بيخلوا الواحد يقدر يرتاح لانه كانوا في زوايا انفينيت. مزبوط 100% يعني ما في عندنا اند للبارتي. هلا اخر لاندسكيب رح نشوفه معنا كمان لاندسكيب كثير اخذ ضجه على السوشيال ميديا وهلا عم نرجع نشوفه كثير بدنمارك. بدنمارك عندنا هيدا كمان الجسر اللي هو معمول بطريقه سيركولير بقلب المي بقلب البحر، خلوا الارتست العالم يكون عندهم كمان فيو 360 دغري على كل المناظر اللي هي معموله بدنمارك، وبتشوف قد ايه حلو هو محطوط بقلب المي وقد ايه عاطي هالافه دو ميديتاسيون مثل ما انت قلت هيدي الفورم سيركولير، وبنفس الوقت هو بتعمل عليه مثل تمشيه كثير مهضومه ومحطوط بشكل كثير حلو بقلب الطبيعه. تانجي تانجونت مع مظبوط مع الكوت 100%. لكن انا هيك بكون خلصت كل اللاندسكيب ديزاين وقطعنا هيك على السريع على المناطق بيوروب، اذا كان حيالا حدا عنده اكيد تريب لهونيك ما يفوت انه يزور هيدي المناظر، وهيك بنكون خلصنا فقره ديزاين لليوم، اكيد تابعونا نهار الجمعه فقره ساين ان. وهيك برفقه شادي وريتا بنكون وصلنا لليوم لختام حلقتنا، بنتمنى لكم بقيه نهار ممتع برفقه برامجنا بتلفزيون لبنان، على امل يتجدد الموعد بكره بتمام الساعه 9 من هلا لوقتها اطيب التمنيات.